طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه 3 دي موديل بتاعنا. هو طبعا احنا خلصناه كله امبارح، بس عندي احمال للزلازل والرياح، واحط عليه كمان الكومبانيشن ستيك للكود المصري، ونعمل تشيك على العمل. طيب تعالى نعمل الكلام دوت. نفتح اكس اللي عندنا بتحسب الزلازل تلقى الكود المصري. اتفقنا من شويه ان احنا هنحسب احمال الزلازل بطريقتين، طريقه ستاتيك وطريقه دايناميك. وانت ليك الخيار تشتغل باي واحده فيهم. الاثنين نفس الطريقه اللي اسمها ريسبونس سبيكترم. الطريقه الريسبونس سبيكترم السمبليفايد بتحسب لي احمال الزلازل ستاتيك، اما اللي هي ريسبونس سبيكترم العاديه بتحسب لي الزلازل ايه؟ دايناميك. لو انا اخدت الثلاثه دول اخدهم كوبي عندي في الملف بتاعي انا في المشروع في الاكسل كنترول في، فطبعا هنحسب بطريقه واحده بس. فتحنا الاستاتيك، دي عاملها معيد في هندسه الزقازيق الاكسلايه ديت مهندس محمود زغلل. لو دخلنا نشوف الفاكتورز اللي هتدخلها، انت هتدخل دول بس الفاكتورز ديت، وبعد كده تشوف ارتفاع كل دور من الاساسات ووزن كل دور يديك القوه ستاتيك عند منسوب الدور ده. تعال ندخل الكيس الحاجات اللي هي الفاكتورز المختلفه. هو طالب مني ايه؟ اول حاجه طالب مني سويل تايب A ولا B ولا C ولا D ولا E، في E كمان. خش هنا تلاقي اشتراطات الكود، الجداول متاخده من الكود هنا. عندك ادي الانواع بتاعت التربه، كود في E كمان ناقصه. رجعنا كده هي موجوده في كود اللي هو الجديد اللي هو 2012. عندك A وعندك B وC وD وE. اقوى حاجه ايه طبعا، واضعف حاجه ايه، الكلام ده اجيبه منين؟ من كنترول التربه والجسم. تمام؟ طيب عندك توصيف هنا للقطاع الطولي بتاع التربه، بتدخل عندك ايه تشوف التوصيف دوت صح واخدها، او بيبقى عندك نتائج اختبار من الثلاث الاختبارات اللي بيتعملوا على التربه دولت. تقدر ببساطه جدا تقدر تجيب القيمه مثلا بتاعه مقاومه التماسك، طلعت اقل من 250 خلاص يبقى نوع التربه ايه؟ بي. لو طلعت عاليه شويه معنى كده دخلنا في تربه طينيه وهكذا. طيب يبقى انا عندي نوع التربه هيتحدد من هنا. انا هفترض ان نوع التربه بتاعي بي، تروح رايح على الاكسل في الصفحه بتاعتك، تروح داخل هنا وتكتب نوع التربه ايه؟ تكتب بي. طيب المنطقه بتاعتك دي مناطق متقسمه ليها مصر كلها ست مناطق، 1 و2 و3 و4 و5 الف و5 ب. لو رحت على اشتراطات الكود هتلاقي هنا دي المناطق بتاعتي كلها موجود هنا، ده هنا القاهره هتلاقي جنبيها 3، الفيوم مثلا 3، الغربيه 2، وهكذا. في مناطق بتبقى كبيره او محافظات بتبقى كبيره متقسمه هي نفسها اكتر، منطقه زي القليوبيه وزي البحر الاحمر. تمام؟ انا في القاهره خلاص كلها زون واحده اللي هي زون 3. ريدكشن فاكتور بتاعي على طول ب5، سواء عندك اعمده او عندك شيرولز. منين الكلام ده؟ من الجدول. هتلاقي هنا عندك لو عندك حوائط قص من الخرسانه المسلحه الارض بكام؟ 5، هي اللي دي لها قوام الاحمال الافقيه. لو عندك اعمده هتلاقي تحت الاعمده هنا اسمها اطارات، يعني فريمات، يعني اطارات ذات ممطوليه محدوده اللي هي برده تديني كام؟ 5. يبقى في الحالتين عندي كام؟ 5. نروح داخلين هنا نكتب 5. توتال ويت اوف بيلدينج ده اجيبه منين؟ لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا بعتنا الرياكشنات بتاعت الاعمده مثلا للبيزنس، لو جمعت كل دول يديك وزن المبنى. خلاص؟ يبقى ده كده وزن المبنى، بس تكون عامل كيس نفس الطريقه، تعمل كيس هنا ديفاين لود كومباينيشن اد نيو كومباينيشن، اعمل كيس اسمها ديد وربع اللايف، يعني تضرب الديد في كام؟ في 1 واللايف تضربه ربع، لان احنا بناخد للمبنى السكني نسبه 25% من اللايف لود فقط، وتبعت الكيس ديت وتجمع الرياكشنات. بقى ده وزن ايه؟ وزن المبنى. سي ان احنا عملنا كل ده، كتبنا له وزن المبنى اللي هو ده. انا بقول سي ليه؟ عشان انا مش هحسب بالطريقه دي زي ما اتفقنا، اوريك بس هي بتتعمل ازاي وبعد كده نحسب بالطريقه الديناميك. بالنسبه لارتفاع المبنى كله انا عندي 10 ادوار، اول دور منهم 4 متر، يبقى عندي ارتفاع المبنى كله كام؟ 3 في 9 ب 27 و4 متر يبقى 31 متر، يبقى ارتفاع المبنى بتاعي كله من وش الاساسات 31 متر. بعد كده عندي الامبورتنس فاكتور، لو دخلنا هنا هتلاقي فعلا المبنى السكني معامل الاهميه بتاعي اللي هو كاتيجوري 3 بكام؟ 1. لو بتعمل مول او حاجه هتلاقيه بواحد واثنين، لو بتعمل مستشفى هتلاقيها 1 و4. طيب يبقى انا عندي هنا الفاكتور ده بواحد. دي الحسابات بتاعته، يعني بعد ما احدد نوع السويل تايب بي والزون بتاعتك 3 راح داخل 1 و35 وهكذا، وراح جايب لي ايه الاس والتي بي والتي سي والتي دي، الخطوات حساباتنا العاديه. طيب منها رسم لي الكيرف بتاعي، بعد كده قدر لي قيمه الزلزال اللي هي البيس شير بتاعتي طلعت بكام؟ بالرقم ده 400 طن. ال 400 طن دول طبعا هيتوزعوا على كل دول، يعني كل دول هيبقى ليه نصيب من ال 400 طن دول حسب ارتفاعه منين؟
من الاساسات. اول دور ارتفاع من الاساسات كام؟ 4. واللي بعده 4 و3 7. طب اللي بعده 10 وهكذا. طب 10 طب وهكذا. ممكن تشد دولت كده وتروح مكرر، هو هيحسب لك الفرق، الفرق ما بين دول 3 بقى اللي بعده 13 16 وهكذا لحد ايه 31. وزن الدور الواحد لو انت عندك دور متكرر بس والباقي زيه، هات هات ده واقسمه على ايه؟ على 10، يبقى كل واحد 120 وحاجه، 1000 1200 وحاجه اهو، يبقى كل واحد ده وزنه. طبعا قدر لي قوه الزلزال عند اخر عند الدور الاولاني 10، والدور الاخير طبعا يبقى اكتر عشان بتاعه اكبر، يبقى كام؟ 82 وشويه. صعبه؟ طب دول اوديهم فين؟ اوديهم على الايتاب، تيجي هنا تروح عامل ديفاين. مش انا حسبت حمل الزلازل ستاتيك؟ اخش على الستاتيك على طول، لو دايناميك هنشوف ازاي دلوقتي. يبقى اعرف له ستاتيك لود كيس. ستاتيك لود كيس عرف هنا ان انت عندك حمل زلازل. تمام؟ ده مره دخل اكسنتريستي مجابه، مره اكسنتريستي سالبه، وتقول ده كويك اكس رقم واحد. تغير هنا نوع، بص الشاشه دي مقفوله. اسمها ايه؟ اوتو لاترال لود، عشان انت اصلا الديت ده مش لاترال لود، هو قافلها، دي مش حاجه تتغير غير لللاترال لود بس. خلاص نغير ده ونخليه لاترال لود، نخليه كويك يعني زلازل. اه دي ايه؟ اشتغل تاني. خلاص تعالى هنا روح مغير اللود ده حسب الكود، اختار اي كود خش غير في الاوبشنز بتاعته. ازاي الاوبشنز بتاعته؟ مثلا يو بي سي اد، اعمل موديفاير، كل اللي انت مضطر ان انت تعمله انت دخل نوع التربه، السيزميك زون فاكتور، الحاجات اللي بتتجاب من الكود وخلاص على كده. طب الزلازل تطبق على دور من كام؟ اخر دور اللي هو عندي 8، واقل دور عندي اللي هو مثلا من الاول الاساسات لحد فوق خالص وهكذا. طيب انا ما عنديش كود، خلاص نغير ديت ونقول له انا هجيب لك الاحمال، يبقى يوزر لودز، انا اللي هدخل لك الاحمال جاهزه، يبقى يوزر لودز وتعمل موديفاي لود. لو تلاحظ ديت لو انت وقفت في اي كيس ثانيه هتلاقي دي برده ايه؟ مقفوله، لان اسمها موديفاي لاترال لود. هي اللايف ده لاترال لود؟ لا. خلاص لو وقفت على الكويك اه ده لاترال لود، فبقى ايه اللي حصل؟ ظهرت قدامي. دوس على موديفاي لاترال لود، احنا ما عملناش ديافرامات فدي فاضيه، لازم نعمل ديافرامات الاول. هتلاقي هنا موجود ديافرام 1 2 3 4 وهكذا. تيجي عند كل واحد تروح واخد القوه اللي هناك دي كوبي بيست هنا. تمام؟ حطيتها هنا بيقول لك فين الاكس والواي، يعني احداثيات السي جي بتاع البلاطه لكل دول. طب انا مش هحطها فين؟ سنتر اوف ماس. لو انت عامل ديافرام هتحط هنا دي كده، فهو عارف ان انت هتحطها فين؟ سنتر اوف ماس. سنتر اوف ماس بالظبط ولا في اكسنتريستي؟ عادي الاكسنتريستي دخله هنا بوينت او 5 كده. تمام؟ صعبه؟ طيب وهكذا مره اكس ومره واي ويبقى كده خلص. طب تعالى نشوف لو احنا هنحسب داينامي. خلاص انا الطريقه دي مش هستخدمها عشان سايب راحتك، انا هديك الطريقتين الصادمة اللي انت عايزه، انا الطريقه الثانيه بحب تطلع الطريقه الثانيه. طب لو فتحنا الريسبونس سبيكتروم نفس الحكايه بالظبط، تخش على تخش هنا تدخل لي الاوبشنز، تدخل لي الداتا بتاعتك وهو يحسب لك هنا ديت القوائم ديت، اوعى تمسحها، ان هو تيجي تمسح ديت لان هو بيقرا جوه من القوائم دي. فاكرين ليست؟ الليست بتاعته هنا من دي، فاوعى تمسحها. وهنا ده مدخل لك الجدول اللي تجيب منه الار. لو دخلت هنا انت الكيرف بتاعك تايب 1 ولا تايب 2؟ لو اسكندريه مثلا او مطروح او اي محافظه تقع على شريط البحر المتوسط نعمل ايه؟ احسب من تايب 1 واحسب من تايب 2 يطلع لي عجله اكبر، هو ده اللي انا هشتغل بيه، صح كده؟ طيب نشتغل احنا هنا تايب 1 عشان انا القاهره بس. سويل تايب اتفقنا عليها من شويه بي. طب لو اتغيرت اول ما تغيرها الارقام دي بيحصل فيها ايه؟ بتتغير لوحدها. تمام؟ طيب هو عامل كده. ناخد احنا سويل بي، الزوم بتاعتك زوم كام؟ القاهره زوم 3، بالتالي جاب لي ايه؟ البيك جراوند اكسلريشن بتاعت الارض، عجله الزلزال اللي هتحرك بيها الارض طلعت 15% الجي، ايه جي على جي يعني 15% من الجي. الكاتيجوري بتاعك، الكاتيجوري بتاعنا مبنى سكن، الكاتيجوري بتاعي رقم 3. لو عندك انت مبنى تاني مثلا مستشفى يبقى كاتيجوري 1، جاب لي معامل الاهميه بكام؟ 1.4. لو مول كاتيجوري 2 يبقى الفاكتور ده ب 1.2، خلاص يبقى مبنى سكن احنا يبقى الكاتيجوري ده 3. جابوا لي الفاكتور بكام؟ ب1. انت خرسانه مسلحه ولا بريست ريزد ولا ستيل ولا ايه بالظبط؟ المبنى بتاعك خرسانه مسلحه يبقى سيف دي خرسانه مسلحه، والفاكتور الايه ده بقى ب1. دي بتاعت الحركه الرئيسيه، دي بتاعت الحركه الافقيه. طب لو انا رحت مختار مثلا بريست ريزد، بريست ريزد زينا ب1. بس اخترت ستيل زي ده كده ايه اللي حصل؟
بقت بواحد وخمسة مية. خلاص يبقى انا اختارها ايه؟ الفورس الكونكريت. الار الار دوت اللي هو الريدكشن فاكتور معامل تعديل رد الفعل، تبقى انا على طول عندنا بكام؟ خمسة. حلو قوي. دي المعادلات بتاعتي اللي حسب بيها الكلام ده، علاقة ما بين الزمن وما بين العجلة اس دي على جي. يعني معنى كده ان العجلة دي مش مضروبة في جي، يعني انت لسه هتضربها في جي، هتضربها في جي هنا، هتضربها في جي على البرنامج. بس اوعى تنسى في اكسلات تانية بتعمل نفس الكلام ده، بس بتبقى مفيش يعني جايب لي الاس دي على طول، هو ضارب في جي جاي. طيب هتلاقي هنا من صفر لتي بي معوض في المعادلة دي هنا. طب تي بي بكام؟ تي بي 0.05. هتلاقي من هنا لحد 0.05 دول كلهم محسوبين من اول معادلة، من اول تي بي لحد تي سي محسوبين برضو معادلة تانية وهكذا. تمام؟ حسب لي علاقة ومشي برنج قليل قوي عشان يقدر يرسم الكيرف بدقة، مشي بكل واحد من 100 ثانية 0.0 0.01 0.02 وهكذا، ومن هنا نتج شكل الكيرف ده. طبعا هو ليه مش بادئ من تحت؟ ليه مش بادئ كده؟ ليه مش بادئ كده؟ احنا اتفقنا مش بادئ كده عشان خاطر الكيرف ده مقسوم على ار، احنا بنشتغل ديزاين ما بنشتغلش الاستيك. لو شغالين الاستيك كنت هتلاقي الكيرف ماشي كده، لكن احنا بنشتغل ايه؟ ديزاين. ديزاين يعني بيقلل بيقلل حمل الزلازل مقابل ان هو بياخد ان المبنى شغال معاه في مرحله البلاستيك شويه. تمام كده؟ مرحله البلاستيك ايه الفرق ما بينها وبين البلاستيك؟ البلاستيك لو حصل فيها تشكل مش بيرجع لحالته الاصليه بعد انتهاء الحركه، لكن الالاستيك لا بيرجع لحالته الاصليه بعد انتهاء الحركه. طيب طب انا اعمل ايه؟ انا عايز اودي ده على الاكياب ولا تعمل حاجه؟ خد ده الكلام ده كده اهو، خد كل ده كده كده كنترول سي، وروح على ملف الاكسل بتاعك، كليك يمين، اعمل نيو تكست دوكيمنت، سميها باسم اي اسم، انا سميها ار اس اختصار ريسبونس سبيكترم، كنترول في. فده بقى العلاقه ما بين الزمن وما بين العجله مقسومه على جي، ما تنسوش انها مقسومه على جي، يعني قبل ما اطبق حمل الزلازل على المبنى لازم اضرب في جي. واقفل الكلام ده وسيب. نروح بقى خلاص انا مش محتاج الكيرف ده تاني، سيبه. طبعا مين اللي هتبع، تكست ولا الاكسل؟ الاكسل اللي هتبع. تكست ده عشان الكتاب يفهم، لو نقلت ملف الكتاب على اي جهاز تاني وهو مش معايا الار اس ده مش هيتقرا، يعني مش هيقرا الزلازل، فلازم لما تنقله على اي جهاز تاني يكون معايا ملف التكست ده. خلاص نروح على الكتاب، نروح داخلين على ديفاين. انا بقى المره دي دايناميك، يعني محدش يدخل لي على ستاتيك لود كيس، مش هخش فيها اصلا وانا بعرف الزلازل. حلو، نخش على ريسبونس سبيكترم فانكشنز. طب في الساب هي نفسها بالظبط، بس بدل ما مكتوبه على طول ريسبونس سبيكترم فانكشن، تخش على ديفاين هتلاقي مكتوب فانكشن، لو دخلت فيها تلاقي ايه؟ ريسبونس سبيكترم فانكشن. خلاص خش على ريسبونس سبيكترم فانكشن. انا كده ما بحطش زلازل، انا بس بعرفه ان انا عندي ريسبونس سبيكترم وموجود اهو. اتفقنا لو عندك كود اهو مثلا زي اليو بي سي، يدوس اد وتدخل الفاكتورز، يروح من دخل ديت وتدخل ديت، هيروح جايب لك هو يرسم لك ايه؟ الكيرف بتاعك عادي خالص. لكن انا مش يو بي سي، انا عندي ايه؟ كيرف رسمه بره وانا هدخله. اختار من هنا فروم فايل. طبعا في اكواد كتير جدا، اكواد وحشه مش عالميه، احنا الكود بتاعنا عالمي فاستحاله تلاقيه هنا. طيب صح، ما هو السيسي صحيح راح روسيا، ما هو هيروح هناك يجيب لنا كود عالمي نطبقه هنا عشان نروح. طيب ده بجاكيت صح؟ اما جيت جاكيت عالمي برضه. طيب سبيكترم فروم فايل، الجو ساعة هناك ساعة، صعب عليهم وهو جاي غلبان يا عيني، فانا مدينه جاكيت. طيب سبيكترم فروم فايل، ما تخافوش مش هقول ان انا معايا حد منكم، هروح لوحدي. طبعا حاجه ما حدش فيكم يفتن، يعني ماسك بالفيديو يصمد يعني مع التليفون. طيب سبيكترم فروم فايل اد نيو فانكشن، كده انا بقول له انا عندي سبيكترم بتاعي انا، مش سبيكترم من الكود انت عارف ترسمه فدخل لك الداتا وانت ترسمه. الكود بتاعي صعب عليك ان انت تفهمه، فانا هدخلك انا حاجه ايه تعرف تفهمها. نقول هنا عندي كويك نسميه مثلا ريسبونس سبيكترم برضو، يبقى الكيرف بتاعي اسمه ار اس، مش شرط نفس الاسم اللي بره، انت بس بتسمي اي اسم كده على الكتاب. انا جايب فاليوز القيم بتاعتي، فاليوز يعني العجله، جايبها علاقه ما بين الفريكونسي ولا ما بين البيريود؟ بيريود يعني تي مع عجله، يبقى اختار بيريود مع فاليو. الدمج بتاع الخرسانه بصراحه سيبه هو 5%. بالنسبه لو انت هتخش تختار الفايل من هنا، تختار براوز، تفتح لك شاشه ويندوز تختار منها مكان الفايل بتاعك. لو مكسل زي حالاتي خش هنا اختار البار اللي فوق ده كنترول سي، بعد كده تيجي على الايتابس حط هنا الكوبي ده كنترول بي وافتح فايل. جه فاضي؟ لا، تعالى من هنا قول له عايز التكست فايل، هيظهر معاك الار اس بتاعك كده. تمام،
اخترته دوس اوبن. هو كده فتحه. هنا كاتب لي فانكشن جراف، ليه ما رسموش؟ دوس ديسبلاي جراف هيرسمه لك وتلاقي القيم هنا زي اللي في الاكسل تيبيكال. لكن لو انت اخترت فريكوانسي ودوس ديسبلاي مش فاهم، يقول لي في ايرور، الارقام دي مش ارقام فريكوانسي، مش فريكوانسي بوينت او حاجه. تمام؟ طيب نرجع تاني ودوس ديسبلاي جراف اهو مرسوم اهو كيف معايا كده. انت ما طبقتش الزلازل، انت مجرد ان انت عرفت ان انت عندك داله اسمها ايه؟ سبونس تيك. اول خطوه في تطبيق الزلازل اعمل لي ديافرامات، ليه؟ عشان تربط المبنى في اتجاه اكس واي، صح كده؟ طيب هو الخطوه دي مش اساسيه بس احنا هنعملها علشان خاطر لو انت عاوز تعمل استاتيك يبقى انا عرفتك كمان الطريقه، بس لو انت هتعرف ريسبونس سبيكترم مش شرط ان انت تعمل ديافرامات. تمام؟ اتفقنا؟ نخش على فيو سيت 3 دي فيو اكس زد تحط دي زيرو. يبقى لو انا بعرف دايناميك مش شرط ان انا اعمل ايه؟ ديافرام. اختار انا كده جايب 3 دي، انا اللي قدامي ده 3 دي ما هواش اليفيشن يعني ده 3 دي. لو اخترت دول كده هيختار لي البلاطه كلها، يبقى كده اختار لي البلاطه اللي هي 600 وحاجه نقطه وهكذا. طيب نخش على اساين، من اساين تختار جوينت، من جوينت تختار ديافرام، في الساب اساين جوينت كونسترين، بعد كده ديافرام. ادي ديافرام اهي على طول. هي في ديافرام معمول قبل كده متعرف اسمه جاهز، لو دخلت عملت موديفاي ودوست اوكي اوكي بقى ده اسمه ديافرام واحد. تلاقي هنا غير الاسم، هنا بقى في كلمه دي واحد اهو، عامل لي فوق ديافرامز، عامل لي فوق ديافرامز. ده كده لونه اتغير، لونه اتغير، ده كده بقى ايه؟ ديافرام. شكله بيبقى عامل ازاي؟ تعال نشوف. لو رحنا على البلان بتاع البيزمنت شويه خطوط كده متوصله بالسي جي، معنى كده ان السي جي بتاع المبنى فين؟ تعال نعمل زوم كده، او السي جي بتاع المبنى هنا. طب اصلا السنتر بتاع الانرشا بتاعت الاعمده والحوائط، لو حوائط بس هيبقى السنتر بتاعها هنا تقريبا، صح؟ يبقى في اكسنتريستي قد ايه؟ حاجه بسيطه، اكسنتريستي دي كمان في الحمل اللي جاي من اتجاه اكس، صح؟ هو هيأثر المفروض هنا او حتى تحت شويه، في مسافه ما بينه وما بين السنتر بتاع الانرشا بتاع الحوائط بنسميه السنتر اوف ريجيديتي. تمام كده؟ مركز الانرشا بتاعت الحوائط وبتاع الاعمده موجود تحت، يبقى ساعتها يبقى في تورشن ايه؟ بسيط. سنتر اوف ريجيديتي يعني ايه؟ مكان السبورت يعني. يبقى المبنى ممسوك من هنا. تمام؟ ده السبورت بتاعك، والحمل بعيد عن السبورت مسافه، يبقى هيعمل لي ايه؟ تورشن، هيعمل لي تورشن بيلف كده. يبقى الاعمده البعيده اللي هي هنا دي هيزيد عليها الحمل، ودي هيقل عليها الحمل. او العكس، لو كان الحمل جاي من العكس دي هيزيد عليها الحمل وده هيقل عليها الحمل. طيب. تعالى نروح داخلين برضو فيو سيت 3 دي فيو، وتروح جايب ما تعملهاش من البلان، الكلام ده يتعمل من 3 دي فيو زي ما انا بعمله كده. عشان ما يعلمنيش على نقط تحت، لانه بيختار العمود بنقطتين مش بنقطه واحده، فيربط لي نقط الدور بتاعي بالدور اللي تحت، ده مش صح. يبقى اوكي اهو اكس زد، خلصت اول دور، على الدور اللي بعده لازم كل شويه اخش على الساين، ليها اختصار هنا اهو، ليها فرام، خش على طول هنا اد نيو، اوكي اوكي. نفس الحكايه هنا على طول، الساين اد نيو، اوكي اوكي. الخطوه دي اساسيه وانت بتعرف اي احمال لاترال ستاتيك سواء زلازل او سواء رياح، لكن لو انت بتعرف الزلازل دايناميك محتاج دايناميك بس مش لازم تعمل ديافرامات. اهو نفس الحكايه. بس ده كده وصلنا ديافرام 6 ل 7 مباشرة. كده خلصت الديافرامات. طب لو عايز تحط حمل زلازل ستاتيك هوريها لك ايه تاني. ستاتيك لود كيس، تحط هنا مثلا كويك اكس، بعد كده تيجي هنا تروح مدخل النوع هنا كويك، بعد كده تيجي تروح قايل له انا هدخل لك انا الاحمال اد نيو موديفاي. بص هنا حصل ايه؟ ستوري 8 بقى عنده ديافرام 10. تيجي لو انت هتحط الحمل في اتجاه اكس تكتب هنا قيمه الحمل واي وهكذا، بعد كده تيجي تقول له ابلاي ات سنتر ماس، هتلاقي هنا الاحساسيات اختفت لان هو عارفها. تمام كده؟ بوينت او 5 مره ومره نيجاتيف بوينت او 5، صعبه؟ طيب اول خطوه لو انت تعمل زلازل ديت، لو هتعمل ستاتيك خلاص بتدخل حمل مباشره، لو هتعمل دايناميك بقى تخش تقول له فين الماس بتاعتك؟ يبقى ديفاين اختار ماس سورس، نفس الخطوه دي في السابق. هكذا تقول له انا هخليك تاخد الماس من الاحمال مش من الاون ويب بس، هتاخد الماس منين؟ الاحمال فروم لود.
ايه الاحمال اللي انا هاخد منها؟ اولا الديت، خد بالك مفيش كومباينيشن، فمش هختار الديت كومبو على طول. فالديت مضروب في كام؟ في واحد. بعد كده الفلور كفر في واحد، بعد كده الوولز في واحد، ستير ديد لود في واحد. طيب بالنسبه لللايف ربع 0.25 اد. طب بالنسبه للستير لايف برضو ربع كده، تمام. طيب نقول اوكي كده خدت الماس بتاعتي. تعال نقول له بقى خد كده، دخلت له قيمه العجله، دخلت له قيمه الماس. تعال اقول له بقى خد ايه اللود بتاعك من الحلالات دي. خش نقول له ديفاين، خش على ريسبونس سبيكترم كيسز. بص عشان انت ما كنتش معرف ريسبونس سبيكترم دي كانت مطفيه، دلوقتي دي نورت معايا ينفع استخدمها عشان انا عرفت ايه ريسبونس سبيكترم. اخش اقول له ريسبونس سبيكترم كيسز، دي بقى كده انا بطبق حمل الزلزال فعلا. لو حد ناسي خطوه الماس، هو ياخد الماس اقل من اللي انت عاملها، يعني هياخدها قيمه اقل من اللودز اللي انت واخدها دي، هتبقى مضروبه يعني هتبقى ارقام غلط، ارقام قليله. ياخد ريسبونس سبيكترم كيسز، اد نيو سبيكترم، سمي الحمل دوت الكويك اكس اللي هو واحد، يعني اللي هتاخد الاكسترست موجب كويك اكس واحد. هتيجي من هنا تقول له الدايركشن بتاعي، لو واحد يبقى اكس، لو اتنين يبقى واي، وزد باين من اسمها اللي هي الرأسيه، المركبه الرأسيه. احنا هنهمل المركبه الرأسيه على اعتبار ان انا عندي كل الحوايط طالعه من الاساسات. لو عندك ادوار انتقاليه فراندين مثلا، في ادوار متشال على كمرات او حاجه زي كده، يبقى دوت لا، لازم تاخد معاك المركبه الرأسيه في الاعتبار. طيب هناخد ان هو هنا تاخد الفانكشن منين؟ من الريسبونس سبيكترم في اتجاه اكس. انا ضربتها في 9.81 ولا نسيت؟ نسيت. اضرب هنا في 9.81، يعني انا ما جبتهاش من الاكسل مضروبه في 9.81، صح كده؟ يعني انا واخد من الاكسل على طول قيمه الزمن مع قيمه الاس دي مقسومه على انا عايز الاس دي بس، يبقى تضرب هنا في ايه؟ 9.81، تمام؟ طيب الكود بيقول لي يا جماعه حاجه مهمه قوي، لما تيجي تاخد حمل الزلازل ما تاخدش حمل الزلازل انه ماشي في اكس، خد ان هو ماشي بمركبه. طب اخد مركبه ازاي؟ بيقول لي تروح واخد اكس كامله وتاخد معاها نسبه صغيره من واي، قد ايه؟ 0.3، تمام كده؟ يعني زلازل اكس تاخد معاها 0.3، هي تعملها في الكومبينيشن، تيجي تعملها من هنا، انا بعملها من هنا ورايح دماغي. اجي اقول هنا ار اس، بعد كده ديت الاول مضروبه في 9.81، صح كده؟ بعد كده اضربها في كام؟ 0.3، صح؟ دوس هنا الاكسنتريستي 0.05 يعني بالموجب، اوكي كده صعبه. هاخد كوبي منها، يعني ايه؟ دوس اد نيو وانت واقف عليها كده، خد كوبي منها. دي كويك اكس 2، نفس الحاجات دي ولا هتتغير؟ ايه اللي هيتغير؟ دي هتبقى بالنيجاتيف بس. اوكي صعبه، ولا جبت من اكسل ارقام فورسز ولا اي حاجه، بس مجرد اديته بس الجدول بتاع العجل. اد نيو سبيكترم، دي كويك واي واحد، هقلب بقى هنا المره دي في اتجاه واحد، دي تبقى مضروبه بكام؟ ب 0.3، يعني في اتجاه اكس اخد نسبه منها، لكن في اتجاه واي اخدها بكام؟ 9.81. طب وديت تبقى 0.05، 9.81 دي المفروض تبقى واحد لو انت جايب العجله على طول، اس دي على طول، تمام؟ دي اوكي. اد نيو سبيكترم، ندوس كويك واي 2، خلي ديت زي ما هي بس دي ايه؟ نيجاتيف. اوكي اوكي، وتعمل سيب. صعبه. طيب تعالى نحسب الويند. الويند هدخل لكم اوريكم شكل الجداول اللي انا شرحتها لكم بسرعه كده. ادي دي الايكويشن اللي انا شرحتها لكم، بي سي سي بتساوي سي في الكي في الكيو. السي قلنا على طول بكام؟ 1.3 عشان مباني عاليه ما هياش تغطيات. بعد كده ادي الجدول اللي بجيب منه الكي، اتفقنا ان احنا هنبقى منطقه الضواحي اللي هي منطقه ب. منطقة بي بيقول لي ان الفاكتور بتاعك من لو ارتفاع المبنى بتاعك اول 10 متر بيساوي كام؟ 1. تاني 10 متر اللي هو من 10 ل 20 بكام؟ برضه ب 1. تالت 10 متر من 20 ل 30 برضه 1. انا ارتفاع المبنى بتاعي 31 متر، صح كده؟ بس من الاساسات فوق السطح الارض قد ايه؟ افترض ان انا عندي ارتفاع البدروم الصافي 3 متر، يبقى في 3 متر منه ايه؟ ده هو 4 متر، في 3 منه متر تحت الارض وفي متر بس هو اللي فوق الارض، يبقى ارتفاع المبنى بتاعي فوق وش الارض قد ايه؟ 9 في 3 ب 27، 1 28، يبقى انا هاخد الكي بتاعتي لحد كام؟ اقل من 30، يبقى الكي بتاعتي على طول بواحد ثابته لكامل ارتفاع المبنى، تمام كده؟ لكن لو انت كان عندك في زون ا اللي هي مناطق مفتوحه، كان هيبقى اول 10 متر بواحد، اللي بعديهم بكام؟ 1.15، وبعد كده ب 1.4 وخلاص على، تمام؟ ماشي؟
طيب انا على طول عرفت الكي بتاعتي بواحد. اهم حاجه عندي احسبها هي دي اللي هي شده الرياح او ضغط الرياح بتاعي، نص رو بي سكوير في سي تي في سي اس. اتفقنا سي تي وسي اس بكام؟ واحد وبواحد. خلاص يبقى انت تحسب نص رو في بي سكوير. نفتح الكالكوليتور بتاعتي، قلنا نص الرو بكام؟ واحد وربع. الفي بتاعتي بكام؟ القاهره ب 33 متر على الثانيه، يبقى في 33 اس 2 33 سكوير. حسبتها طلعت ب 680، وحدتها ايه؟ ده اتفقت عليها نيوتن على المتر المسطح. طب عايز احولها للطن على طول، 10000 بقسم على 10000 تطلع بوينت او 6 8. الكود القديم كان بيقول لي القاهره على طول بكام؟ بوينت او 6 طن اللي هي 60 كيلو على طول. تمام، فرقت قد ايه؟ 8 كيلو. تمام كده، بوينت او 6 8 دي الكيو بتاعتي في الاتجاهين ولا في اتجاه واحد؟ دي في الاتجاهين، لكن الناتج الاخير اللي بيتضرب في عرض الوجه، لا كل واحد ليه اتجاه بتاعه. صعبه؟ تمام. تعال نروح داخلين. اه ده الجدول بتاع السي تي. تلاحظ هنا بيقول لي لو عندك الارض المحيطه بالمبنى مستويه او ملها ما يتجاوزش 5%، الفاكتور ده بكام؟ واحد. كل طبعا ما الميل يزيد هتبص تلاقي المعامل ده بيزيد. طيب تعال نروح، تعال نفتح الاكسل بتاع الرياح. ادي الاكسل بتاع الويند لود، وده برضه هيتبع معانا. امسح دولت ديليت، اشتغل على واحده بس، امسح الثانيه ديليت، واحنا اللي بناخد منها قبل. حط برضه ديت وديت، كليك يمين ديليت مش عاوزها. طيب ودي ويند اكس، يبقى المفروض اجيب عرض الواجهه اللي هيقابل الرياح بتاعت اكس. تعال نكتب الداتا الاول. انا عندي هنا الكيو بتاعتي مش بوينت او 7، دي بوينت او 6 8. الفاكتور اوف اكسبوز هيتغير على طول بواحد 3 من 10. بالنسبه لعرض الواجهه، اه طبعا عرض الواجهه مختلف هنا. فتعال ارتفاعات الادوار بتاعتي، دي عدد الادوار اللي عندك. انا فعلا عندي 10 بلاطات، خلاص مش هزود عن كده. لكن هنا انا عندي ارتفاع اول بلاطه من سطح الارض قد ايه؟ واحد. احنا اتفقنا في 3 تحت الارض، وفي متر منها بس اللي باقي فوق الارض، يبقى دي واحد. اللي بعد كده 1 و3 4، اللي بعد كده وهكذا بقى. واختار دولت ونروح عاملين كده، يطلع اخر واحده 28 زي ما احنا كنا حاسبينها. قدام كل واحده دخل الكي، يعني لو انت وصلت لحد 10 يبقى الكي بواحد. طبعا لو غيرت بعد 10 تروح انت مغيرها، لكن انا عندي كلهم بكام؟ كله بواحد. تمام كده، لسه جايبينها من الكود دلوقتي. طيب بعد كده جاب لي الكو عند كل دول، بس ده طبقا لعرض الواجهه اللي مكتوب هنا. طب انا عايز عرض الواجهه بتاعتي، نفتح الاوتوكاد. الحمل لو جاي يا جماعه في اتجاه اكس، مين اللي هيقابله؟ الواجهه دي، يبقى اخد عرض الواجهه دي كده كلها. لو عندك كانتليفر ما فيهوش حيطه زي بلكونه يعني اهملها، لكن لو عندك كانتليفر فيه حيطه يعني بقى يعني زي ما سميناها برج، او يبقى يكتب بيني وبيطلع فيها شباك، لا دي داخله معايا. تمام كده؟ طيب يبقى ده عرض الواجهه المقابل هنا، لكن لو كان عندي الرياح جايه في اتجاه واي، يبقى ساعتها فين عرض الواجهه المقابل ليا؟ اللي هو ده كده. يبقى الرياح جايه في واي في اكس، اللي بيقابلها عرض الواجهه في اتجاه واي او الطول الموازي لواي. لو الرياح جايه في واي يواجهها الطول الموازي اكس. تعال نقيس الاثنين مره واحده. هقيس طبعا اكبر بعد مش الحته الصغيره دي، دي اي، لان كلها طبعا فيها مباني. من هنا لهنا قد ايه؟ 22 متر. لو دي كانت كانتليفر وما فيهوش مباني، يعني كان بلكونه، هعملها كنت هقيس من هنا لهنا بس. طلعت كام هي؟ 22. الكلام ده يبان فين؟ يبان في المعماري. دي اي، تعال نروح المعماري. ما المعماري اهو كانتليفر. خلاص يبقى انا مش هقيسها، هقيس من وش العمود ده بس، من هنا لحد هنا. تعال نقيس من وش العمود بس، يبقى من العمود هنا لحد هنا. طلعت كام؟ 19.5 متر. طب تعال نشوف التانيين بالمره. لا هنا بص، هنا باني حيطه مباني، يعني ده برج حيطه، يبقى دي واجهه داخله معايا. طب فوق نفس الحكايه، يبقى هقيس منين؟ من هنا لحد هنا. تطلع كام؟ 32.9، اقول 33. يبقى عرض الواجهه اللي هيقابل اكس كام؟ 33. سميتها تحت ويند اكس. طب ده الكلام ده هيتبع، اكتب ويند لود ات بيلدنج مسافه اكس دايركشن. يعني اللي يستخدم الاكسلات دي يظبطها بالاسلوب بتاعه، يعني يغير فيها شويه، بلاش كله كوبي بيست. يعني مثلا هنا راسم لي 8 ادوار بس، انت عندك كام دور؟ 10 ادوار، زود انت كمان دور. يعني تيجي تروح مثلا مزود ده كده شويه، تمام، وتيجي هنا تروح انت راسم بقى ايه، انسرت، تروح او بلاش انسرت، الخط ده خده كوبي كنترول سي، وقف في اي حته كنترول في، تلاقيه نازل بعيد شويه.
كنترول سي اهو جه هنا اهو، فانت واخده هنا منقول. كنترول في تاني اهو، ادي كده ده الدور التاسع. كنترول في كمان، ادي كده ده الدور الكام؟ العاشر. خلاص انا مش محتاج الدور العاشر، نعمل له ديليت وصغر دي كده شويه كده تمام. اف 8 بس، لا خد دي كده وكمان الكتابه بتاعتها كنترول سي بعد كده كنترول في، ادي كده بقت اف كام؟ كنترول سي كنترول في بقت اف كام؟ بقت اف 10. الخط اللي فوق ده اترسم غلط، انا مش محتاجه تمام. اي اسلوب انت شايفه بس تظبط فيه شويه، ما تعملوش كده. شايف فيه سهم طويل وسهم صغير، وكان اللي عامله عامله بايميل، ظبطهم كلهم زي بعض. المكتوب هنا روف 8 اكتب هنا روف 9 روف 10 تمام. مش مرسوم ان هنا ارتفاع الدور الاولاني، هنا مكتوب الليفلز مكتوبه غلط. انت تيجي تروح كاتب الليفلز صح، ان اول دور ده ليفل كام؟ واحد، واللي بعد كده اربعه، وهكذا تمام. بس خلاص ويند اكس اتظبطت. كليك يمين موف وركبي، بدل ما اظبط كل الداتا دي هغير عرض الواجهه بس. كليك يمين موف وركبي، موف تو اند كريت كابي، وتكتب دي ويند ايه؟ ويند واي. وتيجي هنا تروح مغير دي ات واي ايه؟ دايركشن. تكتب برضو اسمك وتظبط الدنيا زي ما احنا قلنا في الشيت بتاع الاعمده. طيب تيجي هنا بدل ما عرض الواجهه 33 متر كام؟ 19.5. غير طبعا القيم قلت شويه. طب عايز اودي الكلام دوت هناك على الاتاب. الرياح ما فيهاش دايناميك، الرياح فيها ستاتيك بس. يبقى عرض ستاتيك لود كيس، نوع الكيس ويند. طيب هدخلهم ازاي؟ ده انت لقينا الديافرامات مترتبه زي ترتيب الادوار، يعني الدور الاول تحت ديافرام واحد تحت وهكذا. لكن احنا لما حسبنا هنا حاسبين ازاي؟ واحد اثنين ثلاثه، ترتيب الادوار العكس. طب عايز اعدلهم، لازم تاخدهم الاول كوبي بره، ما ينفعش تعدلهم، ما ينفعش تعمل ترتيب هنا. تاخدهم كده تختار دول كده، وقدامهم كل واحده القوه بتاعتها كنترول سي. تعالى هنا على جنب دوس كنترول في تمام كده. لو واحد عنده اكسل ادم شويه، الاول دوس كليك يمين واختار بيست سبيشال واختار فاليوز، يعني يجيب القيم من غير المعادلات، عشان لو دوس كنترول في هيلاقيها جت بالمعادلات فيطلع الحاجات غلط. دوس اوكي، هتنزل اهي كل سقف بالقوه اللي قدام. بكل بساطه تخش على من قائمه هوم، تختار سورت اند فلتر، تختار ايه؟ كاستم سورت. فاكرين الترتيب؟ اختار ترتيب بناء على عمود ايه؟ ام، من الصغير للكبير. انا عايز الكبير اللي هو 10 ده يبقى فين؟ يبقى فوق، يبقى من الكبير للصغير تمام كده. نفس الحكايه في ويند اكس، هتاخد دي كده كنترول، تروح هاخد دول كده كمان كنترول سي، تيجي هنا تروح حاطط كنترول في اهو تاني، كليك يمين بيست سبيشال تختار ايه؟ فاليوز. تيجي هنا تروح كاتب كاستم سور كولوم ام، بناء على كولوم ام برضه عايز الكبير للصغير واوكي. صعبه؟ حلو. نروح على الاتاب بكل بساطه، نروح عامل ديفاين، اتفقنا ايه؟ ستاتيك، ستاتيك لود كيس. تيجي تعرف لي هنا كيس اسمها ويند اكس. ويند اكس دي نوعها ويند، نوعها ويند، وتخلي هنا ده يوزر ديفايند. لكن طبعا لو بتعرف بكود نفس الحكايه، تختار الكود بتاعك وتدخل مجرد ما دخل شويه فاكتورز وخلاص على كده. طيب دوت يوزر ديفايند، بعد كده اد نيو لود، وتيجي هنا تروح عامل موديفاي لاترال لود. هنا بقى الديافرام قدامه كود اكس وكود واي تمام. طب هنا ايه اكس كوردينت واي كوردينت؟ ده نص الواجهه بالنسبه له هو طبعا، يعني جه هنا شاف الواجهه اللي مرسومه في البلان، هيدخلها في احداثات كلها ضعف الرقم ده، فده هيدخلها في نص الواجهه، نص الديافرام، وديت برده نص الديافرام في الاتجاه الثاني. طيب تعالى نروح مدخلين الارقام بتاعت اكس، نروح هنا هاخد الارقام بتاعت اكس دي كلها كنترول سي، وتيجي هنا في اتجاه اكس اختارهم كلهم دوس كنترول في تمام. اوكي كده طبقت الرياح في اتجاه اكس. مره كمان في اتجاه ايه؟ اتجاه واي. اد نيو بعد كده موديفاي، كده تيجي تروح واخد اتجاه واي اهو، تاخد كل دول كنترول سي، تيجي هنا تختار اتجاه واي المره دي كنترول دي، بس لازم تمسح اتجاه اكس. معلش واحده واحده بقى، مفيش ديت ليهم كلهم مره تمام كده. دوس اوكي، اوكي وتعمل سيف. صعبه؟ اخر خطوه خطوه الكومباينيشن، خطوه الكومباينيشن بعدين هناخد بريك. خطوه الكومباينيشن عندي هنا، انا مصورها لكم من الكود، دي موجوده في الكود المصري. اول كيس عندي اللي هي الالتيميت 1 و4 ديد لود زائد 1 و6
لايف نود دي عملناها، ممكن بس نسميها بس التيمت واحد عشان عارفين اول كيس هي دي. تاني كيس عندي واحد ونص الديت زائد اللايف، يعني لو انت عملت دي وعايز تلغي دي مش مشكله، بس احنا هناخد كل الكيسز اللي معانا طالما ما بعملش بايدي ومش هتعب في حاجه خلاص هاخده براحتي. واحد ونص الديت زائد اللايف. طيب اللي بعد كده دي تخص الخزانات وتخص ال ال المنشآت اللي هي زي الريتيننج والحاجات المعرضة لحمل تربة. أهي في العناصر المعرضة لأحمال حية بالإضافة إلى الأحمال الناشئة عن الضغوط الجانبية نتيجة السوائل والأتربة، تمام كده؟ سوائل يعني خزانات، أي أيا كان خزانات مية ولا خزانات بترول ولا خزانات حاجة تانية. طيب الكيس دي مش عندي أنا لأن أنا ما عنديش خزان، لكن لو عندك خزان هتدخل الكيس دي 1.4 في الديد زائد 1.6 الإي واللايف، الإي اللي هو الضغط الجانبي اللي هو السائل أو التربة، يا إما الووتر بريشر يا إما الإيرث بريشر. طيب لو انا هعرف حالات الويندوز هازل، اهي الرقم 4 في حاله وجود احمال ناشئه عن ضغط الرياح ومسمي الرياح هنا دبليو صار ويند، واحمال ناشئه عن او احمال ناشئه عن الزلازل اللي هي اس صار سايزميك، يؤخذ الحمل الاقصى القيمه الاكبر من المعادلتين. شوف الكود بيقول لك ايه القيمه الاكبر معادلتين، يعني مش الاثنين مع بعض واخد الماكسيموم وخلاص، يا دي اكبر فتاخد يا اما دي اكبر ف تتاخد، يعني مش تاخد مثلا دي طلعت لك الكبير في اكس خلاص ودي واي الاثنين مع بعض، لا يا دي يا دي، تمام. طيب دي اقرا كده المعادله 8 من 10 بعدين فتح قوس، جوه القوس 1.4 الديت 1.6 اللايف 1.6 الويند، دي تدخل كم مره؟ مرتين، مره مره ويند اكس ومره ويند واي. لو المبنى مش سيمتري كمان كنا هنعمل زي ما الكود قال ويند اكس دي مره. احكي لك احسب ايه يا عم؟ طيب ويند اكس، ويند اكس ده المفروض مره يبقى موجب يعني جاي كده، مره يبقى ايه؟ سالب، وده برضو ويند واي مره يبقى موجب ومره يبقى سالب. يبقى دي كانت المفروض تتعرف اربع مرات، بس احنا عشان المبنى بتاعنا سيمتريك هنكتفي بكم مره؟ مرتين في الكومباينيشن اعرفها كم مرتين. طيب بالنسبه للزلازل، بالنسبه للزلازل مكتوب هنا 1.12 الديت والفا مضروبه في اللايف وي اس اللي هو الزلازل، اس دي تدخل كم مره؟ اربعه. طب لو احنا هناخد الاتجاهين معانا تدخل كم مره؟ 8 مرات. ويك اكس 1 دي مره موجبه ومره يعني مره تيجي تقول لي زائد ومره تقول لي ناقص، تمام كده؟ احنا هنكتفي بكام مره؟ اربع مرات بس على اعتبار ان احنا المبنى بتاعنا سيمتريك. طيب يبقى دي تدخل عندي اربع مرات، مره زلازل اكس اللي هي الاكسنتريستي موجبه كويك اكس 1، مره كويك اكس 2 الاكسنتريستي كانت سالبه، مره كويك واي 1، مره كويك واي 2، يبقى كده دخلت الكومبينيشن دي كام مره؟ اربع مرات. اللي بيتضايق من الرقم رابع بقى يغير الكورس ما يجيش. رابع. طيب الالفا لو مبنى سكني كاتب لي كام؟ ربع. لو كان مبنى اللي هو كاتبهم دول مستشفى مصر ما عادش يعمل مسارح مش ناقصين. درجات ماشي مش كان حل ازمه المرور. يبقى زائد الفاكتور ده بكام؟ بنص. تمام كده؟ طيب كده خلاص الكومبانيشن ديت. في كومبانيشن ثانيه انا بهملها يعني، بس طبعا لو المنشا مهم ما ينفعش اعملها، باخد كل الحاجات ديت معايا. بناخد ده هو بيقول لي في حاله ان احمال الديت تكون ضخمه فبتثبت المنشا، يعني احمال ضخمه زي مثلا مبنى وزنه تقيل قوي زي جراجات مثلا، ده لازم تاخد كل الكومبانيشن دي معاك ايه في الاعتبار. 9 من 10 الديت لو عندك احمال اتربه اللي هي سميناها اي او احمال ميه، يبقى 9 من 10 الديت زائد 1.6 الاي ويند، يبقى 9 من 10 الديت زائد 1.3 الويند، 9 من 10 الديت زائد الاس والاس تدخل 4 تدخل الاس دي زلازل سايزمك، الدبليو ديت ويند. تمام. طب لو عندي احمال تمبريتشر يعني طول المبنى زاد وما عملناش فصل تمدد، طول المبنى زاد عن كام؟ قلنا 30 متر في المباني الحاره في المنشات في الاماكن الحاره و40 متر في الاماكن المعتدله زي مثلا زي القاهره اللي احنا فيها دي، يبقى ساعتها هتاخد الايكويشن دي 8 من 10 1.4 ديد 1.6 اللايف 1.4 تي للتمبريتشر احمال الناتجه عن الحراره. تمام كده صعبه دي الكومبينيشن بتاعت الكود، خلاص نقفل ده وتعالى نعمل الكومبينيشن ديت ونعمل ران وبعد كده نبقى نرجع لما نخلص. خش على ديفاين، ديفاين لود كومبينيشن. انا في كيس كنت عاملها هسميها التيمت واحد، بس التيمت واحد
بعد كده نعمل اد نيو كومبانيشن هنسميها التيمت كام؟ التيمت 2 واخد الديد واللايف هضربهم في 1.5 موديفاي بعد كده ديت 1.5 موديفاي تمام كده. طيب بعد كده هاخد التيمت 3 اد نيو كومبانيشن سميها التيمت 3 التيمت 3 دي هناخد فيها الرياح، الرياح كان فيه 8 من 10 بره الكوس وبعد كده جوه الكوس 1.4 ديد و1.6 اللايف و1.6 الويند صح كده؟ طيب يبقى الديد كده مضروب في 0.8 في 1.4 صح؟ بيعمل موديفاي بقت 1.12 واللايف مضروب 0.8 في 1.6 صح؟ يعمل موديفاي والويند مضروبه في نفس الرقم 0.8 في 1.6 يبقى نعمل اد لويند اكس ادي دبليو اكس لويند اكس اد تمام كده؟ اوكي بعد كده اد نيو كومبانيشن دي التيمت كام؟ التيمت 4 بدل ويند اكس تبقى ويند واي موديفاي اوكي. طيب بعد كده اد نيو كومبانيشن دخل بقى حاله الزلازل سميها التيمت وصلنا لحد كام؟ 4 التيمت 5 1.12 الديت صح بس اللايف مضروب في كام؟ في نسبه كده حسب نوع المبنى لو المبنى سكني يبقى النسبه دي كام؟ ربع يبقى 0.25 واعمل موديفاي بدل ما ديت نعملها ديليت وبعد كده نجيب الزلازل كنا مسميين كويك و اكس 1 نضربها في كام؟ 1 اد يبقى كده 1.12 الديت الفا في اللايف الفا المره دي بربع بعد كده الزلازل مش مضروبه في 1 اشمعنى المره اللي فاتت الويند مضروبه في 1.6 و0.8 وبعد كده الزلازل مش مضروبه؟ الكود بيحسب الزلازل التيمت تمام كده؟ يعني الزلازل اللي البيس شير اللي انت حسبته او حتى العجله والناتج عنها ده بيبقى هو ايه التيمت عشان كده هنا بيضربها في كام؟ واحد لكن الويند الكود بيحسبها وركينج عشان كده بتضرب في ايه؟ في فاكتور تمام؟ طيب ندوس التيمت 5 كده اوكي بعد كده اد نيو كومباينيشن تبقى ديت التيمت كام؟ التيمت 6 بدل كويك اكس 1 تبقى كويك اكس 2 موديفاي اوكي بعد كده اد نيو كومباينيشن دي تبقى التيمت 7 بدل كويك اكس 2 تبقى كويك ايه؟ واي 1 موديفاي كده خد بالك كويك اكس وكويك واي انا واخد نسبه من القوه الثانيه يعني لو اكس واخد نسبه من واي ولو واي واخد نسبه من اكس كان ممكن انت تدخل كويك اكس هي كويك اكس بس وتيجي هنا تروح واخد نسبه من مين؟ من اكس. طيب اكس يو 7 دي تبقى يو 8 بدل ما كويك واي 1 تبقى كويك واي 2 موديفاي اوكي اوكي واعمل ايه؟ واعمل سيف كده خلصت الكومبينيشن اقل كومبينيشن نقبل بيها اللي احنا عملناها دي اقل حاجه نقبل بيها لكن الصح طبعا نعمل ايه؟ بقيت الكومبينيشن اللي هي 0.9 ديد و0.9 ديد زائد نسبه من الويند وهكذا كده تمام؟ طيب جاهز دلوقتي ان احنا نعمل ران هنا هو بيعمل ران للكيس بتاعت الموديل لوحده على الاتاب على الساب لو انت بتعمل بطريقه الدايناميك اوعى تقفل كيس الموديل لازم تخلي كيس الموديل شغال تمام كده؟ يبقى لو بتعمل زلازل ستاتيك اقفل كيس الموديل مش عايزينها. يبقى لما بتعمل زلازل دايناميك ما تقفلش الكيس بتاعت الموديل، هو هنا بيعمل لها ران اوتوماتيك، لو انت عايز تقفلها بتدخل تقفلها من الاوبشنز. طب هنعمل هنا ران. هيبدا يعمل ران للكيس بتاعتي ولو انت عايز تاخد النتائج بياخد النتائج مباشره. تمام؟ طيب المبنى حل خلاص احنا كنا شفنا الديفورميشن في اتجاه ديد لود المره اللي فاتت اللي في اتجاه جرافيتي يعني تعالى نعمل نشوف الويند مثلا في اتجاه اكس نشوف الحركة وهي في اتجاه اكس عاملة ازاي. طبعا هتلاحظ المبنى كله راح فين؟ اتجاه اكس. لو بيروح اتجاه اكس وبيرجع معنى كده مفيش تورشن، يعني مفيش يعني اللود جاي في سنتر الواجهة وسنتر ماسك في سنتر الواجهة. يعني سنتر قصدي ريجيد، مركز الانيشا كان كمان على نفس الخط فمفيش تورشن. طب اعرف الكلام ده ازاي؟ بيتبان بالعين المجردة. طبعا هتلاقي المبنى عمال ايه؟ بيروح في اتجاه اكس فعلا بس بيلف شوية صح؟ فاللفة البسيطة دي معنى ان في ايه؟ في تورشن، التورشن ده كبير ولا صغير؟ لا التورشن ده صغير بس احنا اتفقنا شكل الحركه هنا بيبان كانديكيشن مش اكتر. تمام كده؟ يبقى التورشن البسيط دوت نتيجه ان نص الواجهه مش جاي على مكان الانرشا بتاع الاعمده، مركز الانرشا بتاع الاعمده والحوائط.
طيب لو عايزين نشوف اللي بعديها اللي هي ويند واي، يا اما تدخل من جوه يا اما تحت. فاكر الاسهم ديت مش بنستخدمها اصلا، لو جينا عملنا كده هتلاقي بدل ويند اكس بقت ويند ايه واي. في واي هتلاقي التورشن بسيط شويه، يعني هتبص تلاقي المبنى كله عمال بيروح ويجي مفيش تورشن قوي. يبقى معنى كده ان مركز الانرجي بتاع الاعمده تقريبا هو نص الواجهه اللي بيأثر فيها حمل الرياح. بص تقريبا مفيش تورشن، لكن التورشن كان واضح جدا في اتجاه مين؟ اتجاه اكس. يبقى كده دي حركه المبنى في اتجاه مين؟ في اتجاه واي. طيب لو جينا شفنا مثلا حاله زلازل دي، هتلاقي بيها طبعا شكل الحركه اتغير شويه. خد بالك الكويك اللي احنا واخدينها دي نسبه منها واي، يعني كويك اكس ونسبه، يعني مش هتلاقي الحركه ماشيه في اكس بس، هتلاقي المفروض انها تبقى ماشيه بميل. تمام كده؟ يعني المفروض ان الحركه تبقى ماشيه كده، ما هياش ولا ماشيه، مش ماشيه كده، ماشيه كده. طيب تعال نشوفها عامله ازاي وكمان هيبقى فيها تورشن. الحته الوحيده اللي هتلاقيها ريجيد قوي وجامده قوي الحته اللي فيها الكور، هتلاقي حتى شكل الحركه حوالين الكور بيتحرك حركه تقيله، لكن عند الكور هتلاقيه يعني ماسك شويه. احنا جبنا كويك اكس ولا واي؟ كويك اكس. المفروض ان هو يروح كده، بس احنا طبعا بص هتلاقي تلاحظ الحركه عماله تروح وتيجي في الاتجاه ده. ده نتيجه ايه؟ طب بص هتلاقي الحركه صحيح في الاتجاه ده، بس الجزء اللي في النص ده ممسوك قوي صح؟ لكن الاطراف تلاقيها عماله ايه بتروح جامد قوي. ليه؟ خد بالك ان في النص ده في ايه؟ كور. الكور ده بالنسبه له سبورت قوي جدا، لكن الاطراف اعمده ضعيفه فعماله بتروح وتيجي. بس خد بالك الحركه دي برضو ايه؟ انديكيشن، يعني لو انت عايز تشوف فعلا الحركه قد ايه دوس كليك يمين، هتبص تلاقي هنا قد ايه؟ لو اتجاه اكس بوينت او 6 6 مللي، طبعا دي كلها مش 6 مللي، ده هو يبين لك انها اكبر شويه. وفي اتجاه واي قد ايه؟ بوينت او 5، يعني 5 مللي. تمام كده؟ وما كانش حاطط الديد لود، يعني ده زلازل بس، ده انا لسه كمان عندي فيه ديد لود موجود ولايف لود بيثبتوا المبنى اكتر. لو شغلنا الكيس مثلا بتاعت الالتيميت تلاقي الارقام دي ايه؟ قلت. الديد يثبت المبنى ما يحصلش الاساحه الكبيره دي كلها. كده معايا؟ طيب فاكرين الدريفت؟ دريفت لو عندي مبنى فريم، مبنى او مش شرط فريم، بيحصل فوق نتيجه ان عندك لاترال لود، بيحصل عند كل دور في ازاحه، الازاحه دي بنسميها دريفت. ممكن ما بنسميهاش ديفليكشن، طالما في المبنى في المباني كلها المبنى كله يبقى بنسميها دريفت، لكن لو كاميرا او عمود بنسميه ديفليكشن حاجه زي كده. طيب ده مبنى ففي دريفت، الايتابس بيتيح لي ان هو ممكن يجيب لي الدريفت. تمام كده؟ طيب لو جينا نشوف الدريفت ده عامل ازاي؟ ده الدريفت بتاع الدور الثامن في اتجاه اكس وده في اتجاه واي. ازاي الازاحه كانت 5 مللي وهنا الدريفت 1 مللي؟ ما هو الدريفت ده بتاع الدور لوحده، يعني شاف ازاحه الدور اللي فوق قد ايه وازاحه الدور اللي تحت قد ايه وتراحم من بعض. لو جينا نشوفها كده ادي مثلا اهو، وعندي هنا كمان في دور اهو. لو جينا نشوف الازاحه كلها، الازاحه كلها اهي، يعني دي الازاحه الترانسليشن. طب الدريفت طرح الاثنين من بعض فبقت الحته ايه؟ الصغيره دي. دي الكود بيقول لي الرقم دوت ما يزيدش عن 5 من 100 من ارتفاع الدور. خلاص كده؟ طيب سيف ناخد بريك. شكلكم تيستوا. طيب عاوزين نعمل تشيك على الاعمده. زي ما اتفقنا من شويه ان انا في عندي 4 كيسز ماكسيمم لكل عمود، اما النورمال ماكسيمم مع الام اكس والام واي بتاعته، يا اما النورمال المينيمم مع الام اكس والام واي بتاعته، يا اما الام اكس ماكسيمم مع الام واي والنورمال بتاعته، وهكذا. اجيب الكيسز دي ازاي؟ تعال نختار اعمده نعمل عليها تشيك. الاول هظهر الاعمده بس، سيلكت باي لاين اوبجكت تايب، اختار الكولومز فقط، كليك يمين اقول له فيو سيلكتد اوبجكت. في ناس ممكن تعمل ايه؟ في ناس ممكن تروح مختار النموذج كله، كل الاعمده اللي هي نفس نموذج سي واحد مثلا مره واحده، تبعت الرياكشنات بتاعته وتشيك على سي واحد كله مره واحده. تمام؟ بس ده لو سي واحد ده انصيف، فانت هتزود كل الاعمده اللي ليها نفس النموذج اللي هو نموذج سي واحد. صح ايه الصح ان انا اعمل تشيك على عمود واحد؟ اختار من هنا من تحت اول ستوريز وتختار العمود ده كده. كده انت اختار كام عمود؟ 10 اعمال. هو العمود واحد بتغفل 10 ادوار. تخش على ديسبلاي، من ديسبلاي دي عملناه المره اللي فاتت، شو تيبلز. العمود دوت انهي عمود؟ تعالى بس ماشي على هيبان لنا هنا. من اناليسيز ريزلت تختار فريم اوتبوت، من فريم اوتبوت تختار ايه؟ الكولوم. اختار كولوم
الكومبينيشن اللي هنبعتها المره دي هي التيمت واحد لحد التيمت كام؟ 8. 8 كومبينيشن لكل نقطه موجوده عندي في العمود ده. نروح دايسين اوكي. اوكي طلع لي الجدول اهو. اخد الجدول ايديت كوبي انتاير تيبل. نروح رايحين فاتحين الاكسل، فاتح يمين عربي يعني، نخليه كده شمال، كنترول في على طول. دي الكومبينيشنز اللي عندي كلها. اتفقنا طبعا ده رقم الدور وده اسم العمود او الاي دي بتاع العمود، وهنا ده الكومبينيشن اللي انت باعتها، وهنا لوكيشن 3 لوكيشن لكل نقطه. العمود اللي تلاقي ان هو عنده ارتفاع الدور 32 ده معنى كده ان ده عمود ايه؟ فوقيه كاميرا. هو فعلا العمود اللي احنا اخترناه ده فعلا كان في كاميرا عنده هنا كده، او حتى كان كاميرا كده حاجه زي كده. طيب بعد كده هنا ده البي اللي هو النورمال فورس. الفي والفي والتي ده شير اتجاه اكس اتجاه واي، وده تورشن. مين فيهم اكس بقى ومين فيهم واي؟ دي اللعبه اللي هنلعبها النهارده. تعال نشوف مين اكس ومين واي. هنخش من هنا نظهر لاين اكسيز، لاين لوكال اكسيز، دوس اوكي. تعالى كده نعمل زوم على العمود اللي احنا اخترناه دوت. اتجاه ده ابيض، ده رقم محور 2. اتفقنا دايما عندنا المحاور الواحد لونه ابيض، واحد احمر، 2 كان في الساب اخضر، هنا 2 ابيض، 3 نفس اللون في الساب اللي هو السيان ده. يبقى ده محور ايه؟ 2 وده محور 3. بالنسبة للي أنا معرفه هنا ده، ده محور 2 أهو، وهو هو محور إكس، موازي لمحور إكس، صح ولا لأ؟ وده محور 3 وهو هو موازي لمحور مين؟ واي. يبقى اللي هيلف حوالين محور 2 هيعمل لي مومنت أهو، هيلف حوالين محور 2 يبقى هيعمل لي مومنت كده، صح؟ يبقى إم 2 2 هو إم إكس، مش اللي هيلف حوالين محور 2 اسمه إم 2 2. يبقى أنا بخش على الساب وأظهر، أو لما أجيبها من إكسل لإم 2 2 بالنسبة للعمود ده، إم 2 2 ده بيساوي إم إيه؟ ام اكس اللي بيلف حوالين محور اكس، لان العمود افقي وكان محور 2 ماشي معاه وده كان كده. الحاله دي مش ثابته، ده حسب تعريفك للقطاعات الاعمده، انت لفيته ولا ما لفيتوش، وهوريها لك في عمود ثاني دلوقتي. طب واللي هيلف حوالين محور 3 ده بالنسبه لي يبقى ام ايه؟ ام 3 3. وهو في الحاله دي لان محور 3 هو محور واي، يبقى ده هو ام ايه؟ ام واي. صعبه؟ طيب تعالى نبص كده ثاني على عمود متغير. احنا ما لفناش الاعمده المتغيره؟ لا. طيب تعال نلف الاعمده المتغيره الاول وبعد كده نبقى نعمل رن تاني. نلغي كمان اللي احنا صدرناه دوت لانه هيتغير. تعال نفتح الاف. اوكي. حاضر، بس شاشه الاوتوكاد جنب الشاشه دي الاول، وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عملناه دوت تاني. كليك يمين ونعمل شو سايد باي سايد. كده الاثنين جنب بعض. تعال نشوف مين الاعمده المتغيره ومين لا. وعلشان ما نحتارش تعال نعمل اوف للاير اللي انا مش محتاجها. اعمل قفل دي وقفل دي وقفل دي، بس بتظهر عندي ايه الاعمده اهي موجوده. تعالى هنا اهو، دي الاعمده اللي عندي، اختار من هنا اول ستوريج عشان يلف لي كل الاعمده اللي متغيره. بالنسبه للاعمده المربعه دي هتتلف. حلو، تعالى نبدا من فوق. خلاص المربع تمام. عندي هنا في عمود واثنين دول هيتلفوا، صح كده؟ واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه اللي تحت بعض اختارهم كلهم. بعد كده ده وده وده وده، كل الستة دولت هيتلفوا. اختار كل دولت هيتلفوا. والعمود ده كمان. اختار العمود ده لأ وده لأ، يبقى ده تمام. طيب بعد كده خلاص دول خلصوا. في عندي أربع أعمدة أفقيين هما. كده ده مكان الكور وده وده تمام. ودول هما الستة دول اللي تحت بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. بعد كده التلاتة اللي تحت دولت خلاص يبقى دول هيتلفوا، يعني بدل ما هما اتجاه إكس يبقوا اتجاه واي. تعالى يعني ندخل نعمل أساين. نعم؟ مال؟ لا اهو عادي اهو. مال؟ ده؟ اهو؟ اهو؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وده اللي تحت. خش على الساين فريم، من فريم اختار لوكال اكسيز. الانجل هخليها 90 بدل ما هو في اتجاه اكس يبقى في اتجاه هو. كده تمام؟ نعمل رام كده بسرعة. خلاص البرنامج خلص حل. نجيب الاند فورم شيب. العمود اللي احنا كنا اخترناه كان العمود دوت. تعالى بس نبص على المحاور. يبقى خلاص احنا شفنا محاور عمود افقي طلع اهو الاثنين جنب بعض اهو. طلع محور 2 موازي لاكس، يبقى ام 2 هو ام اكس، ومحور 3 موازي لواي، يبقى ام 3 هو ام واي باختصار اهو.
طب بالنسبه لده هبص هنا محور 2 موازي لمين؟ موازي الواي، تمام كده؟ يبقى ام 2 هو ام واي وام 3 هو ام 6. دي صعبه؟ ممكن واحد يجي يعمل حركه كويسه قوي، يجي ياخد العمود دوت يخليه افقي، يعني لما يعرفه على البرنامج ما يدخلش بعد اكس هو الصغير، يدخل بعد اكس هو ايه؟ وياخد ام 2 هو ام اكس وام 3 هو ام واي. احنا هنشتغل صح، يعني هنشتغل زي ما هو موجود هنا عشان ما نتلخبطش. يبقى كده لو انا اخدت عمود راسي يبقى اخد ام 2 هو ام واي وام 3 هو ام اكس، عشان المحاور جت كده قدامي كده. اتفقنا؟ حد متلخبط في الموضوع ده؟ تمام. طب تعالى ناخد مثلا العمود ده، اخترته، اخترت كام لاين؟ 10. يبقى اخترت ال 10 ادوار. خش على ديسبلاي، ديسبلاي شو تيبلز، نفس الاوبشنز بالظبط. هتلاقي حتى لو ما قفلناش البرنامج هي متظبطه، ندوس اوكي، ظهروا اديت كوبي انتاير تيبل. وليكن مثلا نفتح اي صفحه اكسل ثانيه، بيج لاي اوت، خليها رايت ليفت تو رايت، كنترول في. بالنسبه للشير في اتجاه 2، يعني في اتجاه اكس بالنسبه للعمود ده في اتجاه اكس، وفي 3 بالنسبه للعمود ده في اتجاه واي، والتورشن حوالين واحد، يعني حوالين محور العمود. دولت مش مهمين بالنسبه لي، حتى قيمهم اصلا صغير، لان بتاع العمود بيبقى كبير، فالحاجات دي اصلا تسيب ديليت. المهم بالنسبه لي البي اللي هو النورمال، وام 2 اللي هو في الحاله دي يبقى ام ايه؟ تعال نغير الاسم بقى، ام 2 في حالتي دي يبقى ام اكس، وام 3 في الحاله دي يبقى ام ايه؟ يبقى ام واي. ام واي كده تمام؟ تعالى هنا يا سيدي سمي لي خلي لي دوت بدل ما هو نيجاتيف خليه بوزيتيف. اعملها ازاي؟ ابسوليوت يساوي ابسوليوت. يبقى انا همسح الاشارات، الاشارات دي اشارات اتجاه، وانا مش هتشك بالاتجاهات، احنا بنكتب المومنت واحنا بنتشك سالب ولا موجب؟ موجب. عمرك خدت ام وان وكتبت المومنت سالب؟ عمرك خدت ام قطاع على ام وان وخدت، انت بتبقى عارف قطاع ام وان يا كومبريشن يا اما تنشن، بس ما بتتشكش بالاشارات، صح كده؟ طيب ناخد الابسوليوت، وناخد الابسوليوت ده نقفل القوس واروح سحبه كده، يبقى يعمل نفس العمليه للخانتين اللي جنبه. اهو بقت كانت سالب بقت موجب، دي كانت موجب فضلت زي ما هي. طب عايزه بقيه الكيسز كلها اهو، دبل كليك. طب هو خد كام كيس؟ انت عايز تعرف كام كيس؟ اختار كل الكيسز دي كده اهو، انزل لحد تحت 360 كيس، عامل لي سيلكت على كام؟ 360. طب ليه وقف عند الصف اللي هو 361؟ ما تنساش ان انا هنا عندي في صف ما فيهوش ايه؟ كيسز اللي هو العنوان. طيب الكيسز تعالى للدور ال 15، بالنسبه للالتيميت واحد جابها لي كام مره؟ ثلاث مرات، عند صفر وواحد ونص وثلاثه. ايه ده؟ ارتفاع الدور ثلاثه. الدور الثامن كان ارتفاعه ثلاثه ومفيش كاميرا، خلاص ثلاثه على طول. لو كان في كاميرا يبقى الرقم اللي بيقول ان دوت ارتفاع الدور ناقص ارتفاع كاميرا. طب اول دور اللي هو البيزمنت، لو نزلت تحت كده خالص هتلاقي البيزمنت اهو، البيزمنت صفر واثنين باربعه، اشمعنى؟ ارتفاع عمود البيزمنت كان 4 متر. طيب يبقى دي كده اللوكيشن، وده كده اللود اللي هو النورمال فورس ام اكس وام واي. مش محتاج دولت، انا محتاج دولت بس. تعالى نفتح كده في الاكسلات اللي انا مديها لكم. اكسلايه بتجيب لي الاربعه كيسز الماكسيموم اللي اتفقنا عليهم، ان ماكسيموم وام اكس وام واي بتاعت نفس الحاله، بعد كده ان مينيموم وام اكس وام واي بتاعت نفس الحاله، وام اكس ماكسيموم والان والام واي بتاعتها، وهكذا. نفتح الاكسل في الكولوم هتلاقي في حاجه اسمها ماكسيموم، ماكسيموم ستريننج اكشن على الكولوم. هات كوبي الفايل بتاعنا، كنترول في، هفتح دي. دي حالات قديمه موجوده في عمود قديم. بص جايب البي حتى ما كانش لازم اضربها في الاشاره بتاعته، خلاص انا هروح الغي نادي انا نسيت. دول كنت عاملهم في السي سايكل، كويس ان قلناهم في السي سايكل مش هنقول تاني. خلاص يبقى هو فاهم ان اللود هيبقى بالنيجاتيف ومظبط الاكسل على الاشارات بتاعته النيجاتيف ديت، وانا بعد كده وانا بنقل الارقام دي في الاكسل اللي هتشيك بيه مش عايز الاشارات النيجاتيف دي، هبقى انقلها موجب. يبقى عايزنا اجيب له هنا اسم الدور، جنبيه على طول اسم العمود، بعديه على طول الكومباينيشن يعني، بعديه البي والام والام، في ثلاث حاجات هجيبهم من هنا. تعال نروح هناك في اللود في الشيت بتاعنا، اسم الاستوري اهو واسم العمود اهو، اللود اللي هي الكومباينيشن اهي. ما هو مش عايز لوكيشن، خلاص يبقى هسيب اللوكيشن ده. عايز البي والام والام اللي احنا سميناها ام اكس وام واي، هو فاهم هناك ام 2 وام 3. كنترول سي، روح رايح هنا، روح واقف هنا كده، كليك يمين تقول له ايه؟ بيست. فين بيست؟ تاني فجوم هم مكانهم، تمام كده. ليه عملت سيلكت على العمود؟ عشان خاطر يمسح لي الحالات بتاعت المشروع القديم، لكن لو انت وقفت في خانه مش هيمسح لك، لو في حالات من المشروع القديم مش هيمسحها لك. كده اتاكدت ان كل الكيسز دي بتاعت المشروع بتاعي انا،
تمام كده؟ يبقى لما تيجي تعمل سيلكت تعمل سيلكت على ايه؟ كوبي على الاعمده نفسها او لحد ما لا نهايه، حتى الخانات الفاضيه جابها لي كوبي اهو تمام. يبقى نروح هنا تاني، ممكن تعمل سيلكت كده او حتى توقف على اول عمود مش مشكله، وتعمل كليك يمين بيست فيشيل الاعمده القديمه ويحط لك اعمده جديده كده. جاب لي هنا قال لي الماكسيمم في النورمال فين؟ في البيزمنت تمام كده؟ ده طبيعي، اكبر لود نورمال هيبقى تحت في الاساسات. بعد كده جاب لي قال لي ده للعمود، العمود اسمه سي 15 اللي احنا بنتشيك عليه ده، الاي دي بتاعه سي 15. الكيس اللي مطلعها ماكسيم التيميت 2 اللي هي كانت 1.5 بيت زائد لايف، كان اللود الماكسيم عليه 300 وحاجه. طب ام اكس وام واي بتاعته بصفار، تفهم على طول ان جاب لي الرياكشن بتاع الهنج، ما هو الهنج معلوش ايه؟ مومنت. طب بالنسبه للبي مينيمم جاب لي في الدور الثامن، طبيعي الدور الثامن يبقى اخف اللود عنده صح ولا ايه؟ هو ده الدور الاخير خالص اللي هو العاشر، ترتيبه العاشر عندنا. والام اكس بتاعته والام واي بتاعته بتاعت نفس الحاله، من حاله اسمها ايه؟ يو 7 ماكسيم، غالبا دي اللي هي الزلازل بتاعت واي. كويك واي رقم واحد. لو نسيت تدخل على طول هنا في الايتابس تعمل في الديفاين تشوف الكومبينيشن بتاعتي يو 7 ديت موديفاي اي كان كويك واي واحد، يبقى ده من زلازل واي، دي اقل نورمال كورس من الدول. لو رحنا على الكيس الثالثه اكبر ام 2 ماكسيم جاي برده من انهي كيس؟ زلازل اتجاه واي تمام كده، ما هو لف حوالين اكس تمام كده. طيب وجاي في كيس ايه؟ جراوند. وام واي ماكسيمم اللي هي ام 3 ماكسيمم، يعني جاي من زلازل اكس اللي هي يو 5. يو 5 دي كانت كويك اكس 2 تقريبا تمام، وكان في دور الجراوند برضه، يبقى اكبر مومنت في زلازل جاي في دور الجراوند. لو انا اتشكيت على دول يعني جيت رسمت الانتراكشن دايجرام اللي هو علاقه ما بين الام والان اللي يقدر يشيل القطاع، رسمنا الانتراكشن دايجرام بتاعي ده بيعبر عن مقاومه القطاع زي ما اتفقنا، اكبر مومنت ونورمال اللي تشيل من القطاع. هنا طبعا هتحول المومنت ده بدل ما هو باي اكسيال تحوله للمومنت في اتجاه واحد بس على الكبير فيهم، وتاخد نسبه من الثاني. هتخش بالمومنت هنا، تخش بالنورمال هنا، اتقاطعوا في نقطه خلاص هي دي النقطه بتاعتك. لو تقاطعوا جوه يبقى سيف. طب افرض كان المومنت طالع هنا والنورمال كان طالع هنا، تقاطعوا فين؟ بره الكيرف، معنى كده ان اللود اكبر من المقاومه بتاعت بتوع، ما هي مقاومه القطاع هي الكيرف ده. اللود خرج بره يبقى اللود اكبر من مقاومه القطاع، يبقى العمود بتاعي انسيب. طيب ده هنتشيك عليه باكسلايه، الاكسلايه بتاعت الاي سي جي. اوكي كنترول سي بتاعنا، كنترول في الاكسلايه ديت. الاكسلايه دي بتتشيك على القطاع لو عليه ام وان بس، او ام وباي اكسل، ام اكس وام واي، او نورمال بس تمام كده. ادي هخش هنا الاول في الانبوت داتا، وهنا ممكن اعمل لك ديزاين كمان، اعمل لك حاجه للديزاين لو انت عايز تشيك يعني تشوف هو يقدر يشيل قد ايه. نخش هنا على الانبوت داتا، الانبوت داتا انت ممكن تغير هنا البيانات بتاعتك بتاعت مشروعك، كمان ممكن يعمل لي تشيك باك من كمان. الانبوت داتا هنا رقم واحد هندخل اف سي، وطبعا واضح ان هو مبرمج الشيت على ان اللي يبقى بالازرق داتا انبوت داتا، واللي بالاسود ده الاوتبوت بتاعي اللي مقفوله اللي مش هينفع تغير. اخلي دي 250 ودي تبقى 3600 زي ما هي. كاتب لي طيب وفي ستيل اتش، وكاتب لي بين قوسين هنا اتش ده هاي تنسايل اللي هو هاي جريد ستيل، يعني ده اللي احنا هنستخدمه، المايلد مش هنستخدمه في الحديد الاساسي بتاعي. بالنسبه للنورمال فورس دولت انت هتجيبهم لسه، اعمل لهم ديليت لحد لما تبقى تجيبهم. انت لسه هتجيب النورمال والام والام للاربعه كيس اللي احنا عملناها، هتعمل التشيك ده كام مره؟ اربع مرات. العرض في اتجاه اكس هو العمود ده كان كام؟ العمود ده كان سي 15 صح كده؟ نرجع للي احنا كنا عاملين له ديزاين نشوف سي 15 ده كان طالع معانا كام؟ سي 15، سي 15 كان طالع معايا سي 34 في متر 10 صح كده؟ حلو، يبقى اتجاه الاتجاه اللي هو الاكس ده متر 10 واتجاه واي كام؟ 30. حلو، تعال نروح على الاكسلايه بتاعت التشيك بتاعنا، نروح مدخلين اتجاه اكس متر 10، الاتجاه الثاني ده كام؟ 30. بالنسبه للكفر، الكفر بتاعي كام؟ في الاعمده والكاميرات 2.5 سم، في الاواعد 5 سم من 5 ل 7، بالنسبه للبلاطات سنتي ونص. طيب الكلير هايت، الكلير هايت عندي كام؟ دي فلات سلاب، يبقى الارتفاع كام؟ في اتجاه اكس في كاميرا
لا يبقى 3 متر. طب في اتجاه واي في كاميرا؟ برضه لا يبقى 3 متر. طب لو في كاميرا يبقى 3 ناقص الدبس بتاع الكاميرا. خلاص كده؟ طيب المبنى بتاعي ده عشان اللي تشيك باكلينج يعني. المبنى بتاعي بريزد في الاتجاهين ولا بريزد في اتجاه واحد؟ اعرف منين؟ تعالى كده بص على الاوتوكاد بتاعي. انا هلاقي عندي هنا في حيطه كبيره في الاتجاهين، في اتجاه واي صح كده؟ يبقى بريزد في اتجاه واي. في حيطه في اتجاه اكس يبقى بريزد في اتجاه اكس. هي المفروض بتتحسب بالانرشا، المفروض بتتحسب بالانرشا، بس من يعني من الخبره كده لو عندك حوائط كتير في اتجاه اكس او حتى لو حيطه كبيره يبقى ساعتها دوت ايه؟ الواحد بقى عايش في مصر اول ما يسمع صوت زي ده كده يبقى يحس ان هو طيب. يبقى لو عندك حوائط في اتجاه اكس بقى بريزد في اتجاه اكس، عندك حوائط في اتجاه واي بقى بريزد في اتجاه واي. منه لله اوميجا هو السبب. طيب يبقى بريزد تكتب واي في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. خلاص كده؟ معامل الباكلينج ده بيتجاب على حسب الكيس بتاعتك انت بريز ولا امبريز. طب انا بريز، تروح داخل على الجدول كاتب لي هنا جدول كام؟ 6 9. هتيجي هنا في الجنب هتلاقي الجدول موجود بدل ما تفتح الجود، بس 6 9 يعني معنى كده ايه؟ شابتر 6 في الكود جدول رقم 9. خلاص كده؟ هتلاقي هنا مكتوب جدول 6 9 اهو، حاله الطرف العلوي وحاله الطرف السفلي. الطرف السفلي امتى يبقى فيكسد؟ لو عندك كليبشه رقم 1 يعني فيكسد. 2 بارشال فيكسد لو عندك كاميرا كبيره قوي، كاميرا ضخمه. تمام كده؟ 3 لو ما عندكش كاميرا بلاطه يعني. طب انا الكيس بتاعتي العمود بتاعي ممكن يبقى في النص وممكن يبقى تحت خالص، ولو تحت خالص هيبقى عندي لبشه يبقى فيكسد. طب ده انا اغلب النقط اللي واخدها بتبقى في ارتفاع العمود، صح كده؟ خلاص يبقى همشي على الحاله الاغلب اللي هو في 3 ساب، يبقى الحاله في الاثنين ايه؟ 3 اللي هي انج يعني. يبقى 3 و3 دي بقى كام؟ 1 مش عارف دي بتاعت الكانتليفر ولا دي بتاعت، يبقوا تشيكوا عليها ديت، دي مش عارف 3 دي كيس الكانتليفر ولا كيس ايه؟ يعني دي تشيكوا، تعال نشيك عليها كلها. تعال ندخل عشان انا مش فاكرها. نفتح عندنا ال نفتح البي دي اف بتاعت الكود. الكود المصري. اي كود. بلاش الكود مش هنعرف نقلب فيه. كود الخرسانه. ده ولا لا؟ يبقى الاثنين. ده ديزاين ايدز. ده على فكره في امثله محلوله على الباكنج مانيوال. على كل مسائل يعني مش الباكنج بس. طب ده كود الخرسانه اللي هو رقم 203. هنفتح الباب السادس. الباب السادس. ادي الباب السادس اهو. هندور نقعد نقلب لحد ما نجيب ايه؟ لحد ما نجيب الجدول رقم 6. اهو ده الجدول رقم 6 9. هتلاقي طبعا كاتب لي هنا حاله رقم 1 طرف العمود او الحائط مسبوب بالميليسين، يعني مسبوبين في نفس الوقت يعني، مع كاميرات او بلاطات ذات عمق لا يقل عن بعد العمود، يعني اكبر من بعد العمود. دي مش هتلاقي اصلا غير في الليبش، هتلاقي حاجه كبيره فواعد يعني، فواعد تكون ضخمه عن العمود فاكيد هتبقى ايه؟ لبشه. حاله 2 طرف العمود او الحائط مسبوب ميليسيا مع كاميرات او بلاطات. طيب حاله 3 طرف العمود او الحائط متصل باعضاء غير مصممه لمنع الدوران، اللي هي الكيس بتاعت ايه؟ البلاطات اللي هي الصغيره. تمام كده؟ اللي هي كيس 3. في كيس 4 كمان دي مش موجوده في الجدول اللي هو اللي احنا شفناه دلوقتي، دي لما يكون فري مفيش حاجه ماسكاها اصلا من فوق. طيب تعالى نروح داخلين مدخلين هنا في الاكسل ان انا كيس كام؟ كيس 3 يعني الفاكتور ده بكام؟ 1 في الاتجاهين. 1 1 شايك لي باكلينج بيقول لي دي النسب اللي هتشك لك عليها باكلينج، اللي هو لو كان اللمضة اللي هيحسبها، حد عارف اللمضة؟ اللي هي الاتش على البي. لو اللمضة بتاعتك طلعت اقل من 15 بقى العمود بتاعك شورت كولوم، اقفل الشباك ده. لو اللمضة اكبر من 15 واقل من ال 30 بقى العمود بتاعك لونج كولوم، يعني هيحسب عليه اما اديشنال. لو اللمضة عدت ال 30 ها هنظيف، لازم نكبر زي مش هيكتب لي الكلام ده. هكتبوا لي فين هنا؟ في اتجاه اكس قال لي العمود طلع ايه؟
شورت كولوم، في تجاوب هيطلع ايه؟ برضو شورت كولوم. لو في الحالتين لونج كولوم بيحسب المومنت الكبير في الاتجاهين ويصمم على اما اديشنال مره واحده بس، مش اما اديشنال في الاتجاهين، في الاتجاه الكبير بس اللي هو الاتجاه اللي فيه مومنت كبير. خلص خلاص حسب لي طبعا الالتيميت المومنت النهائي اللي هو الاديشنال اللي هو طلع بزيرو، زائد الاحمال اللي انا مديها له طلع بكام بصفار عشان لسه ما تحلوش ايه؟ احمال. تعال نديله الاحمال، نزل كل الشاشات ونطلع الشاشه ديت مع الشاشه بتاعت الماكسيمم، كليك يمين واقول له ايه؟ شو سايد باي سايد، الاثنين جنب بعض. تعال نجيب اول حاجه البي الماكسيمم، تطلع كام البي الماكسيمم؟ 3.7 3.25، ما تكتبهاش بالسالب اهو كده. المومنت والمومنت كام؟ زيرو وزيرو. طبعا تنزل تحت خالص قال لك يبقى العمود في الحاله دي سبجكتد تو ايه؟ ان اون تمام كده. طب ان اون ما يرسمنيش انتراكشن دياجرام، لا هيرسم لك انتراكشن دياجرام وكل حاجه بس لازم تدخل قيمه تسليم. لو دخلنا على ان اون هتدخل الداتا هنا في الاخر هيقول لك العمود ده سيف ولا ان سيف. صعبه؟ طيب مش هدخل الداتا ديت تاني، خلينا نروح على قطاع عليه ان وام بس الان بزيرو، فيرسمه لي على الكيرف بتاع مين؟ النورمال بس. هتبص تلاقي النقطه فين؟ انا دخلت على كيس ثانيه اللي هي ان وام. ده دي الكيس دي بتاعت الهنج اللي هو السبورت، الهنج ما عندوش مومنت، الباقيين عليهم مومنت طبعا. بص هنا ده النورمال مع ده، بس خد بالك هو رسم لي مقاومه القطاع على تسليح متسجل عنده قبل كده، انا لسه ما حطيتش التسليح بتاعي. طب حط التسليح بتاعي فين؟ كبر دي وتعالى نحط التسليح بتاعنا. كاتب لي هنا اريا ستيل 1 واريا ستيل 2 واريا ستيل 3 واريا ستيل 4، انا عندي العمود كان كده. صح؟ يعني بالنسبه لي دي كده، دي كده اريا ستيل 1 صح؟ ودي كده اريا ستيل 2 ودول قد بعض. وعندي اريا ستيل ديت واريا ستيل ديت ودول برضو ايه؟ قد بعض. تعالوا نشوف دول هيطلعوا كام؟ احنا كنا مصممينهم قبل كده. كان دوت كان طالع عليه 18 فاي 16. طيب تعال نروح نحط كام الحديد دوت، هو العمود ده غالبا هيطلع ان سيفن. كنا حاطين 18 فاي 16، يبقى اريا ستيل خليها 3 و4 اللي هم الصغيرين يطلعوا كام؟ هنحط عمود واحد في كل كورنر، يبقى عندي كده ده 2 وده 2، 2 فاي 16 وده كمان 2 فاي 16. طب 2 و2 كام؟ 4 من 18 يبقى 14، يبقى فاضل كام؟ هنا 7 وهنا كام؟ 7 فاي 16. يطلع عندي رسمة ده الكيرف بتاعي، وهنا دي النقطة بتاعتي. ليه طالعة على الخط؟ مش اتفقنا ده علاقة بين النورمال والمومنت؟ المومنت بزيرو يبقى يمثلها على الخط ده، طلع عليه كام اللي هو 300 حاجة و70، هو أصلا يقدر يشيل لحد كام؟ 300 وحاجة 308. يبقى معنى كده إن القطاع بتاعك إيه؟ أنصيف. طب هو أنصيف ليه؟ لو تفتكر إحنا لما صممنا في الأول عرفنا كل أعمدة 50 في 50 في الأول صح؟ وطلع قطاع العمود ده كبير، طلع 30 في كام؟ 110. يعني معنى كده ان الاون وود بتاعه كمان ما كنتش مصمم عليه، يعني الاون وود بتاعه زود ايه؟ اللود، فاصلا طلع انسيف تمام كده. طب اللي ما عملش تشيك وخد كده الاحمال كده وخلاص عمل ايه؟ ودى نفسه في داهيه، اي واحد يعمل عليه تشيك حتى من غير زلازل يطلع العمود بتاعه اصلا انسيف كده تمام؟ طيب تعالى نروح يا سيدي نزود الابعاد بتاعتي ونشوف هيبقى سيف ولا لا. اجي من قائمه الداتا هنا، لو جيت زودت ديت نخليها بدل ما هي 30 نخليها كام؟ 40، واروح مزود سخين كمان في الاتجاه الصغير عشان 40 ما ينفعش تحط فيها سخين بس، طالما المسافه زادت عن 30 سم لازم تحط اسياخ وسطيه، والاسياخ الوسطيه ديت المسافه ما بينها ما تزيدش عن كام؟ 25 سم. يبقى نحط هنا سيخ كمان وسيخ كمان بقى 3.16، يبقى العمود ده كمان ابعاده زاد، غالبا هيبقى النموذج كله زاد. يبقى تيجي جنبيه كده على اللي احنا مصممينه عشان لما تيجي ترسم وتيجي تروح كاتب لي كده ان العمود ده سايب على كام؟ 40 في 110، والتسليح بتاعي كان كام؟ زودت سيخين صح كده؟ بدل ما هو كان 16 بقى، بدل ما 18 بقى 20 باي 16 كده تمام؟ خلاص ده بعد التشيك بتاعي دي ليا انا عشان خاطر ان انا ايه؟ خلاص انا اتفقت ان انا خلاص غيرت، لما اجي ارسم اعرف ان ده خلاص مش هيترسم كام؟ 30 في متر 10، ده هيترسم كام؟ 40 في متر 10. صعبه؟ تمام دي كيس واحده. طب تعالى نجيب الكيسز الثانيه، او خلاص هات ده كده صغره، خش على قائمه دي كيس واحده خلصتها اطبعها، مش دي كيس الاولانيه. انا هنا اكتب هنا في الداتا ان ديت مثلا الكيس اكتب هنا مثلا كيس رقم واحد في اي واحده فيهم وتطبع. طب انا عايز اطبع الداتا، الداتا موجوده هنا بس ما ينفعش تغير فيها، لو جيت تغير قال لي مقفول، فجابها لي كصوره هنا عشان لما تيجي تطبع. اطبع دي
اطبع دي واطبع دي، يبقى كده طبعت الداتا مع ايه؟ انتراكشن دايجرام. ده الاول كيس، يبقى تيجي تروح عامل كنترول بي، هتطبع بالبي دي اف. فين الدو بي دي اف؟ اهو الدو بي دي اف اهو. وتطبع برنت، بس تكتب هنا من صفحه واحد لصفحه كام؟ اثنين، صفحتين دول بس. تعمل برنت، وتيجي تروح كاتب لي عليها كده في اسمها، هتسميها لي دي بتاعت سي 15 رقم 1، ولسه في رقم 2 ولسه في رقم 3 ورقم 4، صح ولا لا؟ تمام. وتروح دايس اوكي، طبعا هذه خلاص هتلاقيها موجوده، نزلت هنا اهي، ادي الصفحه الاولانيه اللي فيها الداتا بتاعت العمود. وبعد كده ده الانتراكشن دايجرام بتاعي، والنقطه جوه الانتراكشن دايجرام بقت الكيس دي سيف. في لسه كيس اتنين، كيس تاني، روح رايحين هنا اهو، نفتح دوت نفتح دوت، نيجي على داتا الكيس التانيه بقى شويه، كل اللي هتغيره بس اللود مش اكتر، كل الداتا ثابته للعمود الواحد، وبتتشيك على القطاع الجديد اللي هو طلع كام؟ 40 في 110. تيجي تكتب هنا ده 15.6 من 10، والمومنت 9.71 من 100، ودوت 12.34 من 100. ينزل تحت خالص، قال لي الكيس بتاعت العمود ان وام اكس وام، يبقى افتح الشيت اللي هو بيحسب لي ان وام اكس وام واي، هلاقيه اوتوماتيك برضو اخد الداتا هنا. وهاجي هنا هلاقي الانتراكشن دايجرام موجود بس تسليح قديم، نغير ايه؟ تسليح. هو هنا بيعمل تسليح بحاجه حلوه قوي، جايب دي ودي مسميهم اريا ستيل واحد، ودي ودي مسميهم خلاص. انت مجرد ما تدخل اريا ستيل واحد هنا وعارف ان هنا في زيها، دخل اريا ستيل هنا وعارف ان هنا في ايه؟ زيها. تمام كده؟ احنا اذا كان طالع التسليح عندنا ده كام؟ في واحده كانت 7 وفي واحده كانت 3، يعني كان عندي التسليح كان كده اهو. طب نعدل بقى، هو القطاع عندي كان هيبقى هو القطاع عندي كده. طب في عندي سيخ وسيخ، وانا زودت كمان في النص ايه؟ واحد. وكان عندي سيخ وسيخ وزودت في النص واحد، وكان هنا بقيه الاسياخ كان عندي في 7 في النص، صح؟ 1 2 3 4 5 6 7، وهنا برده نفس الحكايه. خد بالك بيكتب لي هنا ملحوظه، بيقول لي كورنر بار، اني كورنر بار اللي هو ده وده 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 should be divided equally between each side، يعني المفروض تقسمه بالتساوي ما بين اريا ستيل واحد وما بين، يعني تاخد نص السيخ مع واحد ونص السيخ مع اثنين. طب على الحاله اللي احنا سمعناها دي، اريا ستيل اثنين ده يطلع بيساوي ايه؟ سيخ هنا بالكامل ونص سيخ، ونص سيخ يعني كام؟ 2 باي 16، والثاني زيه. طب اللي في النص ده كانوا 7 تسيخ، 7 ونص ونص يبقى كام؟ 8 تسيخ، صعبه؟ ثاني؟ طيب السيخ اللي في الكورنر دوت، الشيت ده متبرمج على ان انا ما اخدش الاريا ستيل بتاعت السيخ اللي في الكورنر ده مع واحد او مع اثنين، لان انا لازم اخد نصه مع واحد ونص مع اثنين. تمام كده؟ يبقى نص الاريا بتاعت ده ادي نص، وده واحد، ونص كمان بقى كام؟ اثنين، ده الاريا ستيل اثنين. طب اريا ستيل واحد في النص فيه 7 تسياخ، ونص شمال ونص يمين بقى كام؟ 8. صعبه؟ تمام. يبقى اجي كده اكتب على اريا ستيل اثنين ديت، اريا ستيل اثنين اكتب عليها كام؟ 2، واريا ستيل واحد اكتب كام؟ 8، بس باي كام؟ 16 باي 16، طلعت انصيف، محتاجه انها ايه؟ تزيد. شوف حاله في الدور الثامن، الدور الثامن وقطاع 40 في 110 وبرده انصيف، محتاجه نزود تسليح، تعال نزود تسليح. التيميت 7 ديت، هو العمود عندي كده، ادي العمود عندي كده اهو. التيميت 7 دي كانت زلازل في اتجاه واي، صح كده؟ زلازل في اتجاه واي يعني جايه كده، يعني لفت حوالين محور مين؟ محور اكس، يبقى عملت لي ام اكس. طب عملت لي ام اكس، يبقى انت المفروض تيجي تروح مزود طبعا المومنت لو جاي كده، المفروض تروح مزود الاريا ستيل دي وتزود الاريا ستيل دي. خلاص تعالى نزودها، مش لازم ازود القطاع دايما. تعالى هنا كده بدل ما هم 8 نخليهم كام؟ 9، يعني شويه. طب خليهم 10، ما زودت سخين ولا اي حاجه كده. لازم تزود ابعاد القطاع، تعالى نروح نزود ابعاد القطاع بتاعي بدل ما هي فين ابعاد القطاع، بدل ما هي 40. طب تعالى نحسب الحديد، يمكن احنا حاسبين حديد قليل والله. احنا عاملين كده دي اريا ستيل واحد اللي هي دي، احنا قلبين دي، معلش دي خليها 8، دي خليها 2 فاي 16،
طلعت سيف. اه صح، برافو عليك، دي كده صح. احنا كنا قلبين، كنا مدخلين ار اس 3 1 مكان ار اس 3 2. طيب تعالى الكيس دي سيف، اعمل فيها ايه؟ برنت كنترول بي تاني اهو، كنترول بي ده برضو من صفحه 1 و2. برنت هسمي دي الكيس دي ايه؟ سي 15 رقم كام الكيس دي؟ رقم 2. اوكي خلاص كده طبعا كده تاني كيس اف. دول اللي هتبقى في النقطه الحسابيه يا جماعه، بس طبعا بتغير الداتا بقى والكلام ده، تكتبش طبعا اي سي جي وانت بتطبع. طيب بعد كده عندي الكيس رقم 3 وهكذا، تخش على الكيس رقم 3 نروح مغيرين ديت مخلينها 2 9 7 بوينت او 5، اللي بعديها 16 بوينت 5 2 8، اللي بعديها 5 بوينت 2 5 8. انزل تحت قال لي الكيس دي ان وام بس، خلاص انا مظبط التسليح قبل كده مش هظبطه تاني. هتروح تبص على الانتراكشن دياجرام على طول، النقطه بقت جوه الانتراكشن دياجرام صح؟ كنترول بي على طول وبقت دي الكيس رقم 3 اهو، اسمها سي 15 داش رقم 3. اوكي طبعا تمام. اخر كيس هنرجع للانبوت داتا، اخر كيس اللي هي بتاعت ام 3 الماكسيمم ديت، ام واي ماكسيمم يبقى 1 4 5 بوينت 7 2، بعد كده 5 بوينت 8 9 9، بعد كده 2 6 بوينت 8 7 4. هروح داخل على تحت خالص الاقي ان وام وام، هروح داخل هنا الاقي برده الكيس ايه؟ سيف. لما زودت الابعاد تمام كده وزودت سيفين تسليح طلع الموضوع سيف برنت على طول، وده كده يبقى ايه؟ سي 15 رقم 4. يبقى كده العمود ده ليه كام صفحه في النوته الحسابيه؟ ليه 8 صفحات تمام كده؟ يبقى عندي 4 كيس، كل كيس في 2، يبقى العمود ده ليه 8 صفحات خلاص كده؟ هي السي اس اي كولوم برضه بيطلع لي في حدود لكل عمود من 7 ل 8 صفحات، فهي هي هي. المفروض ان هم مش عارف تسيبه فين، يلا مش مشكله. صعبه؟ لو انت هتجيب النموذج كله تعمل ايه؟ قلت هتشيك على النموذج كله كلير سيلكشن، اعمل سيلكت باي فريم سيكشن، اعمل لي سيلكت على العمود اللي هو دوس على سي كده مثلا سي 4 مثلا اللي هو ال 30 في 10 اللي احنا لسه عاملين عليه تشيك ده، دوس اوكي، عمل لي سيلكت عليهم كلهم 90 لاين، هم 9 اعمدة الظاهر. بعد كده نروح داخلين على ديسبلاي شو تيبلز، نفس القصه بالظبط، بس خد بالك في حاجه، هو هل دول كلهم ام 2 هو ام اكس وام 3 وام واي؟ تعالى نعمل كليك يمين نقول فيو سيلكت اوبجكت اونلي، اه ده في اعمده في اتجاه واي في اعمده في اتجاه، يبقى ياخد بتوع اكس لوحدهم، ده اللي احنا عملنا عليه تشيك وطلع هيزيد يعني. هاخد بتوع اكس لوحدهم واروح واخد بتوع واي لوحدهم، ليه؟ ما هو دول ام 2 هو ام اكس ودول ام 3 هو ام واي، التانيين عكسهم. الاكسات متغيره عشان احنا لفينا الاكسات عشان نغير اتجاه العمود. ديسبلاي شو تيبلز نفس الاوبشنز بالظبط، دوس اوكي. ايديت كوبي انتاير تيبل، افتح صفحه جديده فاضيه، خلاص دي القديمه مش محتاجه، ديليت. اقف هنا كنترول في، ده سي 4 وحاجات ثانيه، عايز تعرف مين بالظبط اعمل فلتر عشان ما اقعدش اجري كتير. هتلاقي هنا ده سي 4 و15 و7 و20، تيجي تروح واخد الاستوري مع الكولوم مع اللود مع الفي مع الام 2 مع الام 3، ام 2 هو ام اكس وام 3 هو ام واي، العمود اوف كنترول سي، تروح رايح على الكيس بتاعت الماكسيموم تمام كده؟ وتروح واقف كده مختارهم وتروح تقيس كنترول في، جاب لي الماكسيموم كيسز لنفس بس الثلاث ايه؟ اعمده، هتطلع فيهم واحده انسيف لان احنا لسه شكينا على سي 15، هتكبر كام واحد؟ ثلاث اعمده، طب افرض انا سي 15 بس الانسيف والباقيين سيف، يبقى انت عملت ايه؟ كبرت ثلاث اعمده يعني كده، وهم مش محتاجين ان هم يزيدوا. صعب التشيك ده يا جماعه؟ اعمل واحد واحد. ايه؟ واحد واحد. هتعمل واحد واحد ده الصح. عايز تخلص اهو، انا وريتك تخلص ازاي؟ ان انت تجيب ثلاث اعمده مره واحده، بعد كده اربعه، بعد كده خمسه، كده خلصت كله في ثلاث اربع تشيكات. النقطه بتاعتك هتبقى صغيره، النقطه بتاعتك بتعمل تشيك على ايه؟ على النموذج كله، مش بتعمل تشيك على عمود عمود، بس تعمل تشيك على عمود عمود هو ده الصح. ليه؟ كل عمود ليه الكيسز بتاعته حسب مكانه، وعنده المومنت هيتغير على حسب المكان. صعبه؟ لو عندك شير وول مش على حرف سي تتعمل بالعمود ده، لو على حرف سي او على حرف ال
صعب تتعمل مانوال، وحتى الاكسلات يعني في اكسلات معموله بس مضروبه كلها، انا جربت كتير منها بايظه، فهنعملها على السي اس اي كول. تمام كده، يبقى التقريب الوحيد ان احنا هنتشيك بالكود الامريكي مره بس في حاله ايه؟ الحوائط فقط، الحوائط اللي هي على اشكال غريبه، لكن الحوائط اللي هي ريكتانجل هستخدم بتاع الاعمده بتاع الاي سي جي دوت. صعبه؟ تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.